Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome to the open. شكرا سيداتي سادتي. نرحب بكم في هذه المناقشات المفتوحة واجتماع الفريق الاستشاري. متعدد أصحاب المصلحة، قبل أن نبدأ عندما تودون طلب الكلمة أرجو أن ترفعوا اللافتة وعندها سنسجل الأسماء ونعطيكم الكلمة بالترتيب، وبغياب اللافتة أرجو أن ترفعوا يدكم وسنسجل الأسماء لإعطائكم الكلمة. قبل أن نبدأ سأقرأ عليكم ما يلي. يختبر الاتحاد نظام للمشاركة عن بعد، وعند القيام بالمداخلة عن بعد يرجى العلم بأن الملاحظات تترجم فوريا إلى 6 لغات. يرجى الالتزام الصارم بالإجراءات التي أرسلت إليكم بالبريد الإلكتروني. من المهم أيضا مراعاة النقاط التالية: قد تكون الجودة السمعية التي يرى المندوب أنها مرضية غير كافية لأغراض الترجمة الفورية، وبالنسبة إلى المترجمين الفوريين يجب أن تكون الجودة السمعية قريبة من الجودة المثلى، وقد تتدهور الجودة السمعية من دون إنذار مسبق بحيث تعيق في النهاية قدرة المترجم الفوري على تقديم ترجمة سلسة. في أسوأ الحالات وعلى الرغم من التدريب والخبرة قد يتعين على المترجمين الفوريين الامتناع تماما عن الترجمة الفورية، و قد يطلب في بعض الأوقات من المندوب المشارك عن بعد تكرار عبارة أو قد تخضع العبارة لإعادة الصياغة من جانب مسؤول في القاعة. شكرا جزيلا على تعاونكم. وعندما تطلبون الكلمة وعندما تتناولون الكلمة يرجى أن تقولوا اسمكم والمنظمة أو الصفة التي تمثلون فيها المنظمة، وسوف نعطي الكلمة الآن لسعادة السفير كورتلينز الرئيس. شكرا جزيلا. صباح الخير سيداتي سادتي، اسمي يانس كاركوش وأنا رئيس الماج، فريق استشاري متعدد أصحاب المصلحة لمنتدى العالمي للإنترنت، ونحن في الاجتماع الأول من مجموعة للاجتماعات التحضيرية للاجتماع الأجف المقبل الذي سينعقد في نوفمبر 2015 في البرازيل، ونعقد هذا الاجتماع في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات. وقبل اعتماد جدول الأعمال أود أن أدعو السيد فرانسوا رانسي مدير مكتب الاتصالات الراديوية في الاتحاد ليتفضل بتقديم ملاحظاته الترحيبية باسم الاتحاد. فرانسوا. شكرا حضرة الرئيس. أصحاب السعادة والمعالي، حضرات الزملاء، سيداتي سادتي، صباح الخير. يسرني جدا أن أرحب بكم اليوم باسم الدكتور حمدون توري في هذا الاتحاد للمشاورة المفتوحة لمنتدى العالم الإنترنت IGF وفريق الاستشاري متعدد أصحاب المصلحة. الدكتور توري يعتذر على غيابه اليوم وهو يتطلع إلى الاستماع إلى مناقشات اليوم. اليوم هو اليوم الأول في الشهر الأخير لعام 2014، وكان هذا العام مليئا بالأنشطة لجميعنا، لا سيما الاجتماعات والمبادرات الجديدة الخاصة بحوكمة إنترنت. وانعقد في الشهر الماضي مؤتمر مندوبين المفوضين والذي رجع القرارات الثلاثة الخاصة بالإنترنت، والسيدة بوغدان بعد ظهر اليوم ستقدم عرضا لنتائج ذلك المؤتمر الهام.
wrapping up this very وبالطبع كان هذا العام مليئا بالأنشطة فيما يخص حوكمة الإنترنت وهناك أمر واضح وجلي لنا جميعا اليوم وأي أن الإنترنت معترف به عالميا كسلعة عامة عالمية ولكن ما هو أقل وضوحا ربما هو أن النمو المتناهي للإنترنت وهو من أكبر الجوانب الهندسية التي تم بلوغها وتحقق ذلك فقط بفضل التعاون بين أصحاب المصلحة وهناك أمثلة قليلة عن مثل هذا التعاون في تاريخ الإنسانية نتيجة لذلك الإنترنت ليست فقط قصة وتشكل مصدر إلهام للاستمرارية والاتساق ولكن مصدر إلهام ل تقارب ويجب أن نعمل أكثر من أي وقت مضى على التعاون لنحرص على أن الجميع مهما أينما عاشوا وأينما كانت وسائلهم الاقتصادية يتاح لهم النفاذ لهذا المصدر الحيوي وأنه يمكنهم استخدامه بكل ثقة ويجب أن نعمل معا أيضا من أجل تعزيز قدرة الإنترنت وذلك لتعزيز تطبيق جدول أعمال التنمية ما بعد 2015 وكذلك دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع وأعتقد أننا مسؤولون معنويا وأننا ملتزمون بالإسراع في هذه الوتيرة ومن أجل إيجاد وسائل لتعزيز التعاون لنصبح جميعا أطراف كاسبة وشركاء نرحب بكم مرة أخرى في الاتحاد وأتمنى لكم مناقشات مثمرة في اليومين المقبلين شكرا جزيلا شكرا جزيلا السيد رانسي على هذه الملاحظات الاستهلالية ونرحب بكم وكلمات الترحيب ونحن ممتنون جدا للاتحاد على استضافتنا في هذه الأيام الثلاثة وهذه لفتة رمزية لا سيما بعد تجديد فريق الريادي للاتحاد خلال المؤتمر المندوبي المفاوضين وتتطلع فعلا للتعاون عن كثب مع الاتحاد وقيادة الاتحاد ونتطلع لحضور العديد ممثلي الاتحاد معنا خلال العملية التحضيرية وأيضا في اجتماع الIGF منتدى حوكمة الإنترنت ونشكركم ونهنئكم على انتخابكم سيدتي سادتي قبل أن نواصل أود أن أطلب منكم الموافقة على جدول أعمال هذه المشاورات والذي صدر على موقع الويب وأتيحت لكم فرصة درس هذا الجدول وسوف نجري تحليلا للإنجازات الإيجابية خلال الIGF 2014 وسنتحدث عن عدد من التحديات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد منتدى 2015 وفي المناقشة ستتاح الفرصة أيضا لتعبير عن وجهة نظركم وعن رؤياكم الخاصة باجتماع عام 2015 وهذه المناقشة ستدوم حتى فترة الغداء أو ربما ستستأنف بعد الغداء بقليل وبعد الظهر سنتحدث ونتلقى معلومات أيضا عن الإجراءات المرتبطة بحوكمة الإنترنت التي لها وقع على قولبة اجتماع الIGF 2015 في جواو بيسوا في البرازيل وسنستمع إلى
عروض خاصة بنتائج المؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد وكذلك CSTD WSIS plus 10 review preparations وكذلك قمة مجتمع المعلومات بعد 10 سنوات وكذلك نتائج مبادرة الأيكان وكذلك مبادرة الوف وكذلك مؤتمر 2015 في نيويورك. هذا جدول أعمال اليوم والغد. سنعمل كفريق استشاري لأصحاب المصلحة الماج وبحضور المراقبين. هل توافقون على جدول أعمال اليوم؟ هل من تعليقات أو أسئلة؟ كلا. إذن أعتبر أننا اعتمدنا جدول الأعمال. So, ladies and gentlemen, abusing my power. سادتي بصفتي رئيسا سأتناول الكلمة الآن كما يرد في جدول الأعمال وأود أن أقدم بعض الملاحظات الخاصة بمهمتنا والعملية التحضيرية لاجتماع العام المقبل. أولا سأبدأ بتوجيه التهنئة لأعضاء الماج الجدد الذين عينهم الأمين العام وذلك للعمل في إطار فريقنا الاستشاري الماج وأعرب عن خالص الامتنان لأعضاء الفريق الذين انتهوا من ولايتهم في هذا الفريق الاستشاري وساعدونا على تحضير اجتماع الجي اف في اسطنبول وهذا العام هام جدا لأننا دخلنا في عملية تحضير الاجتماع الأخير لدورة السنوات الخمسة والعملية التحضيرية لل IGF ستشرف عليها آلية دولية حكومية وذلك من أجل درس نتائج القمة بعد 10 سنوات وكذلك تعلمون أن المناقشة جارية في نيويورك في اللجنة الثانية للجمعية العامة وهناك اقتراح من المكسيك والذي يقترح تمديد ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الاقتراحات قد اعتمدت أم لا وجولة المفاوضات ستجري اليوم في نيويورك وربما غدا سنستمع إلى بعض الأنباء من نيويورك حول هذه التطورات ومهما كان القرار في اللجنة الثانية فسيكون له وقع على عملياتنا التحضيرية وهذا أيضا سيرتبط بمنتديات أخرى حيث تدرس مسائل حوكمة الإنترنت أيضا وبكل تأكيد كل ما يرتبط بقمة مجتمع المعلومات بعد 10 سنوات استعراضها واجتماع ديسمبر للجمعية العامة ومؤتمر المندوبين المفوضين الذي انعقد في بوسان في كوريا هذا العام وكل ما يجري في المنظمات الأخرى واليونسكو هي أولى تلك المنظمات لا سيما
فيما يخص المهمة التي كلفت بها اليونسكو في المؤتمر العام الأخير، وذلك العمل على المسائل المرتبطة بحرية التعبير والنفاذ والجوانب الأخلاقية الخاصة بالإنترنت، وهذا سيؤثر أيضا على عمليتنا التحضيرية دون شك. وفي سياق تحضير اجتماع اسطنبول، لقد استند عمل الماج على توصيات فريق العمل من أجل تحسين ما يجري في الاي جي اف منتدى حوكمة إنترنت. وهذا العام بالطبع سنستند إلى نفس المصادر لإعادة قولبة اجتماع الـ IGF في عام 2015، فهذا هو المصدر الذي نستند إليه من أجل تقييم فعالية هذا الفريق الاستشاري والـ IGF فيما يخص تمديد ولاية منتدى حوكمة الإنترنت. وبالتالي من الهام بمكان أن نضع ذلك نصب عينينا، وسأرسل لاحقا وثيقة تم إعدادها عام 2013 وتحلل التقدم المحرز من الـ IGF والماج في تطبيق توصيات فريق العمل، وهذا فقط الاستناد إليها، وأيضا لأعضاد الجدد في فريقنا الاستشاري هذا. وسيكون من الأهم أن يطلعوا على ما من المفروض أن نقوم به من مهام. وأخيرا أود أيضا أن أشير إلى الربط أو الربط المحتمل الذي نود أن ننشئه بين مؤتمر البرازيل الـ IGF وعملية استعراض قمة المعلومات بعد 10 سنوات، وكذلك مؤتمر نيويورك 2015. وبالطبع عملية تحضيرية للاجتماع الدولي الحكومي تفيد بأن يتشاور رئيس جمعية العامة المتحدة مع أصحاب المصلحة الآخرين بشأن جوهر المفاوضات الدولية الحكومية، وإن الميسرين سوف يتم تعيينهما في يونيو 2015 من رئيس جمعية العمل المتحدة، وبعد هذا التعيين سوف نعرف ما هي الخطوط العريضة والمهل الزمنية للمفاوضات الدولية الحكومية والتي ستؤدي إلى اجتماع ديسمبر كانون الأول 2015 في نيويورك في سياق جمعية العمل الأمم المتحدة. وأن اجتماع منتدى حوكمة الإنترنت سينعقد من 10 إلى 13 نوفمبر تشرين الثاني 2015، وعندها ستكون مسودة المفاوضات الدولية الحكومية قد جهزت، وعلينا أن نرى ما إذا كان على هامش اجتماع الـ IGF من الممكن أن نجري عملية تشاور مع أصحاب مصلحة آخرين وعن فريق التفاوض حول موضوع وثائق اجتماع ديسمبر كانون الأول. أطرح عليكم هذه الفكرة، وربما يمكن أن تناقشوها. وميزة ذلك هي إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من أصحاب المصلحة، وأكبر مما إذا كانت المناقشات ستنظم في نيويورك في مرحلة من مراحل الجزء الثاني لعام 2015. وبالطبع هناك بنود كثيرة يجب أن نغطيها اليوم وفي اليومين المقبلين، وربما أتحدث عن التوقعات من اجتماع الماج صباح الخير. والآن أود أن أدعو السيدة كاندومير، وهي
خبيرة في تكنولوجيا معرفة الاتصالات من تركيا، وستتناول الكلمة وهي رئيسة الشرف التي ترأست اجتماع اسطنبول. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. حضرات الزملاء، سيداتي سادتي، من دواعي شرفنا أن نحضر اجتماع المناقشات مفتوحة للماج، وذلك لإعداد منتدى حوكمة الإنترنت المقبل باسم رئيس أجي أف 2014 الدكتور تيفون الجرار. يسرني جدا أن أعرض عليكم تقريره بإيجاز. وكما هو معروف فإن الاجتماع 19 لأجي أف انعقد في سبتمبر في اسطنبول، وكان هناك الاجتماع 9 عفوا، شارك أكثر من 3500 أيضا عن بعد من 144 بلدا، وبالطبع سجلنا أكبر عدد من المشاركين في تاريخ هذا المنتدى. وهناك أحداث انعقدت قبل المؤتمر ربما حضرتموها، ونظمتها تركيا، وهي اجتماعات رفيعة المستوى حول موضوع بناء القدرات للتنمية الاقتصادية. وهناك 33 متحدث من كبار الممثلين برتبة الوزراء و رؤساء ومديرين تنفيذيين، والذين تحدثوا حول هذا الموضوع. وبالطبع ما كان اسطنبول فريد من نوعه، والموضوع على هذا الأساس كان التوصيل بين القارات من أجل تعزيز حوكمة الإنترنت بين أصحاب المصلحة. ولقد نوقش الموضوع من زوايا مختلفة، وفي العملية التحضيرية انعقد اجتماعان وعدة اجتماعات على الخط أيضا. وهناك أكثر من 200 ورشة عمل و 200 اقتراح لورش العمل تم فحصها من الماك بالاستناد إلى عدد من المعايير. ولقد قدرنا جميعا العمل الذي طلع به فريق الاستشاري الماك بمساعدة أمانة الار جي اف من أجل إعداد برنامج الار جي اف. وبالطبع بفضل الأعضاء الجدد في الفريق الاستشاري، نحن متأكدون أن الماك سيواصل تقديم الخبرة ودراية الاجتماع المقبل للار جي اف. وخلال اجتماع انعقاد الار جي اف، فان الاطراف الرائده والقائده والخبراء الذين مثلوا اصحاب المصلحه تبادلوا افكار ووجهات نظر، وكانت هناك مناقشات ناضجه لفتت الانتباه الى اهتمام المشاركين. وهناك بالاضافه لجلسه العمل وورش العمل والاحداث، تمت مناقشه عده مسائل بطريقه تفاعليه ومفتوحه. وان نسق انعقاد الدورات الجديد ساهم في عقد مناقشات مثمرة، وبالطبع أدى ذلك إلى توصيات واقتراحات للمضي قدما. وكما ورد في تقرير الرئيس، اجتماع الأر جي اف لهذا العام اشتمل على عدد من الجوانب التجديدية، أي نداء من رئيس الماك فيما يتعلق بتجميع المساهمات من المجتمع حول تدابير متخذة من أصحاب المصلحة نتيجة للمشاركة في الـ IGF. وأيضا منتدى الممارسات المثلى حول مسائل خمسة تشكل تحديات ونسق الجديد لمضمون ومضمون ملخص الرئيس وهذه المعالم الجديدة لاجتماع الـ IGF. حضرات الزملاء، أود أن أركز على بعض معالم تقرير الرئيس. ومن أجل تجديد ولاية الـ IGF، أعد أصحاب المصلحة بيانات حول هذا الموضوع لترسل للأمم المتحدة، ومن أجل بلوغ تمويل مستدام اتخذت مبادرة في اسطنبول، وقدم المشاركون مساهمات فيما يتعلق بحقوق الخصوصية لتدرس في مجلس الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان. وهناك عدة مشاركين ركزوا على الحاجة للتفاعل بين كيانات الحكومية وأصحاب المصلحة بشأن الحي السبراني، وكذلك كيفية دفع عجلة مناقشات خاصة بالشبكات من أجل تيسير توصيلها لخمسة مليار من الأشخاص. وتم توجيه نداء من أجل تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونفاذ إلى إنترنت في جدول أعمال تنمية بعد 2015 للمتحدة. وأشار الشباب إلى ضرورة تعزيز الآليات وتمكين الشباب، وأيضا في إطار نظام البيئة لحكومة الإنترنت. وكذلك تمت مناقشة مسؤولية إدارة الأرقام المخصصة لشبكة الإنترنت وشركة الإنترنت الأسماء والأرقام المخصصة.
وبالطبع يجب أن يأخذ كل ذلك في الحسبان لإعداد الاجتماع المقبل للآي جي إف في البرازيل، ونتمنى للإدارة البرازيلية كل النجاح للآي جي إف المقبل، وأنا متأكدة أن هذا الحدث سيكون أساسيا مثمرا ونتطلع لحضوره، وشكرا على تنظيمه. وكملاحظة نهائية نود أن نشكر أيضا مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والماج على دعمهما لأي جي إف 2014. شكرا جزيلا على حسن استماعكم. So thank you very much. إذن شكرا جزيلا على عرضك وعلى الضيافة الكريمة لحكومة تركيا لمنتدانا، مما سمح لنا بإحراز نجاح كبير في تنظيم هذا الاجتماع. وأيضا شكرا على إرسال تقرير اجتماع إسطنبول للمنتدى إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، فكانت هذه بادرة مفيدة من الحكومة التركية، وسمحت بإنارة النقاش بشأن حوكمة الإنترنت في مؤتمر المندوبين المفوضين، ولا شك أن هذا ساهم في تعزيز حضور المنتدى في مؤتمر المندوبين المفوضين. إذن شكرا جزيلا. والآن أود أن أنتقل إلى الرئيس المشارك الشرفي ل 2015 السفير فرانسيسكو بنديكتو فونسيكا فيليو، مدير دائرة الشؤون العلمية والتكنولوجية في وزارة الخارجية البرازيلية. فرانسيسكو، شكرا سيدي الرئيس، واسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه الشكر للمتحدثة التي سبقتني من تركيا على كلماتها الطيبة وعلى تمنياتها بنجاح اجتماع البرازيل. سرنا المشاركة في اجتماع إسطنبول، ولا شك أن تشجيع المجتمع على المشاركة على المستوى نفسه الذي شاركت فيه في تركيا، وإنه لمن دواعي السرور والشرف أن أكون الرئيس المشارك للاجتماع التحضيري نيابة على البرازيل. وهنا أود أن أشدد باسم اللجنة التوجيهية البرازيلية وكذلك باسم الحكومة البرازيلية، ويمثل اللجنة التوجيهية الأمين التنفيذي هاسموت غلازر، وتعرفونه على خير وجه، وغيره من الأعضاء فلافيو فاغنر وكارلوس ألفونسو. وسيسرنا المساهمة في إنجاح اجتماع البرازيل، وسيسرنا المساهمة معك سيدي الرئيس ومع المجتمع برمته للمشاركة في إنجاح اجتماع البرازيل. وإذ نبدأ بتحضير الاجتماع، يسرنا أن نلاحظ مستوى الاهتمام بهذا الاجتماع من خلال عدد المساهمات التي تسلمناها، وقد استعرضناها وتبينت أنها تنطوي على أفكار مثيرة للاهتمام، ونتطلع للعمل معكم جميعا للسهر على أن يقفل هذا الاجتماع الدورة الأولى لمنتدى حوكمة الإنترنت الأولى بنجاح. وعلى أساس تجربة السنوات التسع الماضية وبناء على الابتكارات التي قدمت في اجتماع سبتمبر الماضي المنعقد في إسطنبول، نرى أن هناك الكثير من العناصر التي ستساهم في أفكارنا، وأود أن أشدد على أهمية إحياء أفضل
منتدى أفضل الممارسات والائتلافات الديناميكية وكذلك بعض التطورات الهامة في منتديات مختلفة والتطورات المثيرة للاهتمام مثل الانتقال من آيكان واستضافة النت مونديال. ونعتقد أن هذا جدد اهتمام مجتمع حوكمة الإنترنت بصورة عامة، أخذين أيضا بعين الاعتبار ما يحصل في منتديات أخرى. إذن نلاحظ أن هناك بيئة مؤاتية لتدعيم منتدى حوكمة الإنترنت وللتأكيد على دوره في إطار ما نعمل على تنقيحه وتوضيحه منذ بضع سنوات ولا سيما في السنة والنصف الماضية. إذن نجدد نيتنا وإرادتنا للعمل معكم جميعا في إطار اجتماع البرازيل، وأرحب بكم جميعا في البرازيل في جاو بيسو في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ونعول على طاقتكم والتزامكم بهذه العملية. شكرا. شكرا جزيلا على هذا البيان المشجع، ونتطلع للتحضيرات والاجتماع. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الذي وافقنا على بحثه، وهو القيام بجردة لمنتدى حوكمة الإنترنت ل 2014 وتحديد التوقعات لمنتدى 2015. وخلال هذا الجزء أحثكم على التفكير بالنجاحات وبالعبر التي نحتاج إلى استخلاصها في إطار عملية تحضيرية لمنتدى 2015، وكذلك نظراتكم لاجتماع البرازيل على ضوء التجارب والخبرات التي جمعناها في إسطنبول. وبما أن هذه العملية عملية استشارية، نتطلع للحصول على مساهمات ومدخلات مختلفة. وبداية أدعو إلى غير الأعضاء في فريق الاستشاري لأصحاب الشأن المتعددين، وبعد ذلك أدعو أعضاء الفريق الاستشاري ماج إلى الانضمام إلى النقاش. وقبل هذا أدعو الأمين تشانغتاي إلى عرض نتائج المسح والتعليقات التي تقدم بها المندوبون بشأن هذا الموضوع، ثم سنفتح باب النقاش. تفضل تشانغتاي. شكرا. سأقرأ ملخصا للوثيقة الجامعة التي تلخص جميع المساهمات التي تسلمناها، ولن أكرر جميع التعليقات. وأبدأ بالتعليقات المتعلقة بتحسين العملية التحضيرية، وهذه تعليقات سجلناها في عدة مساهمات مثل طلب المساهمات من جميع أصحاب الشأن بشأن المواضيع والمواضيع الفرعية قبل المشاورات، ودمج المشاورات المفتوحة مع اجتماعات الفريق الاستشاري ماغ، وعقد اجتماعات فيديوية لفريق الماغ. وهناك عناصر ميزت منتدى الاي جي اف مقارنة بالمنتديات الأخرى، هو أنه أصبح يركز أكثر على بعض المواضيع، والوثائق التي خرج بها تمثل خطوة جيدة، والنسق الجديد لملخص الرئيس اعتبر تطورا جيدا. وهناك جوانب ملحوظة من الاجتماع
سجلت مثل إطلاق إعلام أفريقي بشأن حقوق وحريات الإنترنت واعتماد رسالة وجهت لمجلس حقوق الإنسان لفريق الاستشارية بشأن الخصوصية والعصر الرقمي. وبالنسبة للجوانب الإيجابية فقد اختيرت المواضيع على خير وجه وتعكس المواضيع التي تكتسي أولوية، وكانت هناك تعليقات تشيد بالمائدة المستديرة مع مقدم ينتقل من مائدة إلى أخرى، وهناك طلب لجلسات تفاعلية أكثر، وهناك تعليقات أشارت إلى أن عدد المشاركين في فريق النكاش كان مرتفعا في بعض الأوقات، وكانت هناك إشارة إلى أنه يجب عدم تجاوز الساعتين. فبعض التعليقات رأت أن الاجتماع الذي تجاوز ساعتين كان طويلا للغاية، وبعض المساهمين أشاروا إلى أن هناك الكثير من ورش العمل التي انعقدت بالموازاة وبعضها عالج مواضيع متشابهة شابهة، وبالتالي أشاروا إلى أنه يجب الحد من عدد ورش العمل، وكان عددها 11. أما فيما يتعلق بالبث على الإنترنت فكان هناك تقدير لتسجيل الجلسات، وكان هناك تقدير للمشاركة عن بعد. والجوانب التي يمكن تحسينها هي أسماء القاعات وتوفير المزيد من الترجمة وعدد أقل من البيانات والتركيز أكثر على النقاش الحي وتحسين النفاذ إلى الواي فاي. وكانت هناك اقتراحات وتوصيات بشأن المنتدى ل 2015 بما في ذلك العملية التحضيرية والعمل ما بين الدورات، وقدمت توصيات للماج والمنتدى للعمل بين الدورات، وهذا يعتبر ضروري لمواصلة النقاش بشأن المسائل الأساسية. وهناك موضوعان اقترحا للعمل بين الدورات، وهما السياسات التي تسمح بربط الناس وأثر الإنترنت على فرص العمل والمهارات، ويجب معالجة المسائل السياسية التي تثير الجدال والتي تفتقر إلى آلية للتنسيق العالمي. وأشير إلى أنه من الأهم بمكان للمنتدى أن يبحث مواضيع مع التركيز على حوكمة الإنترنت، وهناك موضوع اقترح وهو حوكمة الإنترنت لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، واقترحت المراقبة والخصوصية على الإنترنت ومواضيع أخرى لاجتماع 2015. وهناك توصية قدمت لتشجيع المنظمين لورش عمل ناجحة بتقديم اقتراحات للمنتدى التالي. وبالنسبة لجدول الأعمال هناك مساهمات أشارت إلى أن المنتدى يستطيع أن يستفيد من جدول أعمال مبني بشكل أفضل مع الحد من عدد ورش العمل، في حين أن البعض الآخر رأى أن عدد ورش العمل يجب ألا ينخفض. وهناك تعليقات أشارت إلى أنه كبديل للبرنامج الزمني هو التركيز على مسألة معينة كل يوم. وفيما يتعلق بالديناميكية اقترح ائتلافات ديناميكية ومناقشة هذا الموضوع لكي نرى كيف يمكن لهذه الائتلافات أن تساهم في العمل بين الدورات. وفيما يتعلق بالنتائج الملموسة فينبغي أن يتوصل المنتدى إلى نتائج ملموسة و
يمكن للمنتدى العشر أن يتخذ خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه إذا ما أراد أن يستعمل ورش العمل والدورات الأخرى وفرق العمل لوضع آراء ومبادئ سياسية غير ملزمة يمكن لأصحاب الشأن الاستناد إليها لمعالجة مسألة الإنترنت الطارئة. وفيما يتعلق بالرابط أو بالعلاقات مع أطراف أخرى، فرأى المشاركون أنه يجب إقامة علاقات مع المبادرات المماثلة وإجراء مبادلات مع اجتماعات ومبادرات حوكمة الإنترنت. وفيما يتعلق بالمشاركة عن بعد، فمن المهم زيادة خلال المنتدى وبين الدورات، ويجب توفير الموارد المالية لمعالجة هذا الجانب الهام. وهناك اقتراحات أخرى، وهي تتعلق بالمشاركة عن بعد ووضع خطوط توجيهية للمشاركين بشأن المشاركة عن بعد. ويجب السماح للمشاركين عن بعد المشاركة الفعالة. وفيما يتعلق بالشباب، أشارت عدة مساهمات بأنه يجب تمثيل الشباب أكثر. أما اللوجستية فنحتاج إلى تحسين المشروبات والمأكولات والواي فاي والنطاق العريض وبطاقات الهوية. وهناك اقتراحات أخرى لفريق الاستشاري الماج، ومنها إنشاء فرقة عمل لكي تعكف على مسائل مختلفة مثل منتديات أفضل الممارسات والتواصل وما إلى ذلك. وينبغي أن ينظم فريق الماج فرقة عمل في مجالات معينة للسماح لعدد أكبر من المشاركة في هذه العملية. وهذا كل شيء. شكرا. C'est pas nécessaire, mesdames et messieurs. Donc, c'est déjà, nous sommes dans la pratique. ليس هذا ضروريا. أود فقط أن أشير إلى أن الترجمة متوفرة باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة اليوم فقط. وبالنسبة للذين يودون التحدث بلغات غير اللغة الإنجليزية فليتفضلوا، ويمكنهم التحدث باللغات الإسبانية والروسية والعربية والفرنسية وليس اللغات الأخرى. والآن أفتح باب النقاش وأدعو المشاركين إلى أخذ الكلمة. إذن من يرغب في فتح باب المشاورات؟ وقبل أن تأخذوا الكلمة أرجو منكم أن تقدموا أنفسكم. من أجل المحضر والطلب الأول، فيكتوريا تفضلي. شكرا، أنا لست فيكتوريا بل فيرجينيا. أنا عضو جديد في فريق الماك. وأنا فيرجينيا أو جينجر كما يسموني من أمريكا اللاتينية. وما يشغلني هو المشاركة عن الإنترنت، أكانت عن بعد أو كانت محلية. فلم نعد نعرف من هو محلي ومن هو عن بعد. فالمشاركة على الإنترنت تحصل كل يوم وتكتسي أهمية
أكبر مما نعتقد، فكل من في هذه القاعة على الإنترنت، لذا يجب أن نسهر على تنظيم هذه الجلسات، ويجب أن نحرص على إشراك الذين ليسوا في القاعة في العملية التحضيرية، ونبدأ بالأمانة، ثم يجب أن يأخذ الجميع بهذا الجانب بعين الاعتبار، وذلك لكي نشرك بشكل كامل الجميع لزيادة الديناميكية، وهذا سيسمح لنا بزيادة مشاركة العالم الخارجي وعدد الذين هم في الخارج أكبر من عدد الذين في الاجتماع، ونود أن نزيد من قدرة النفاذ للذين لأصحاب الإعاقات، ونرجو منكم أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار منذ البداية أي الآن، وأنا على استعداد لكي أتعاون معكم في هذا الإطار. شكرا يا فيرجينيا. كنت أود أن أقول فيرجينيا ولكن لم أجد اسمك بسرعة على القائمة. هل من طلبة أخرى؟ هل لنا إذن أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال؟ هل أنتم راضين عن العرض والاستنتاجات التي تقدم بها تشينغتاي؟ تفضل. شكرا سيدي الرئيس، صباح الخير. كنت أنتظر أن يطلب غيري الكلمة، ولا سيما الزملاء من ماغ. بداية أوجه الشكر لتركيا، ولم تسنح لنا الفرصة في الماغ أن نشيد بالعمل الرائع الذي تم الاطلاع به في اسطنبول، وأود أن أسجل في المحضر أن 1600 مندوب من 128 بلدا شارك في باكو في أذربيجان، وقد حطمنا أرقام قياسية هذه السنة، إذ أن 2400 مشارك، ومثل 144 بلدا، وهذا يمثل 75% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهذا رقم قياسي بالنسبة للمنتدى. إذن هذا إنجاز كبير، وأشكر الأمانة والحكومة على هذا، ومثلت البلدان النامية 60% من المشاركين، وهذا دليل على ثقة البلدان النامية، وكانت المشاركة الأكبر من المجتمع المدني، وبلغ عدد المشاركين 779 من المجتمع المدني، وخلافا لما يعتقده البعض لم تكن الحكومة نشطة للغاية، وكان هنالك 23% من المشاركين الذين مثلوا الحكومات، وهذا يعني أقل من الثلث، وكانت هناك ابتكارات، ووافق الجميع على عقد جلستين ونصف بدلا من 5 أو 6 جلسات أساسية، والمواضيع التي اختيرت بعناية، والأهم هو أنه عندما انعقد مؤتمر نت مونديال في أبريل نيسان، ورغم أن قرار كان قد اتخذ لعقد جلستين ونصف، فكانت هناك 6 جلسات مخصصة للجلسات العامة،
وبالتالي عقدنا في نهاية المطاف 3 جلسات ونصف، وبعد مؤتمر باريس في مايو أيار خصصنا جلسة ثالثة لموضوع الحياد على الإنترنت، وهذا يبين أن لدينا مرونة لتناول مسائل الساعة. وكانت القاعات ملأة بالنسبة لمعظم الاجتماعات ولم يغادر أحد القاعة، وهذا هام حتى أن هناك اجتماعات انقسمت إلى قسمين. إذن هذا أمر إيجابي. كما هناك مسألة الاهتمام أو بالتركيز على المنتدى بحد ذاته، وكانت هناك دورة جلسة كاملة بشأن حوكمة الإنترنت ومستقبل هذا الموضوع، وجرت مناقشة مع بعض الحكومات بشأن النجاحات وأوجه الفشل، وكانت العملية شفافة، وكان هناك تحسن في التمثيل الإقليمي وفي تمثيل المرأة مقارنة بالدورات السابقة. وأعتقد أن اسطنبول لم تشهد مشاركة كبيرة، ولكن كانت هناك مشاركة كبيرة من البلدان النامية. وبالنسبة لورش العمل، أعتقد أن المعايير التي أعلن عنها مسبقا سمحت بالحصول على مساهمات من البلدان النامية، مما سمح بتناول مسائل سياسية، وكان هذا تحسن كبير. وكان هناك جلسة أترأسها وساعدني في ترأسها 16 متطوع وصديق من الماغ، وعرض هذا على الفيسبوك، وهذا يعتبر تحسن. ويجب أن نقول إن عقد الاجتماع في إسطنبول سمح بخفض التكاليف للمشاركين، فقد تمكن الناس من المجيء من أوروبا ومن آسيا بسهولة، وكان مستوى أو التسهيلات المتعلقة بالفنادق من العوامل التي سمحت بزيادة المشاركة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية. وقد تمكن البلد المضيف من إيجاد فنادق قريبة من موقع الاجتماع بثلاثة نجوم أو 4 أو 5. وأود أن أتحدث عن موقع الإنترنت للمنتدى، وقد اتخذت الأمانة خطوات لتحسين موقع الإنترنت، وقد شهدنا زيادة في مشاركة الشباب، وكانت هناك عضوة من الشباب ترأست جلسة وهي معنا الآن، ولا أعتقد أنه في فريق ما كان لدينا سابقا
ممثلا عن الشباب وشهدنا استعمال في الوسائط الاجتماعية وزيادة في المشاركة البعيدة وبلغ عدد المشاركين عن بعد 1297 مشاركا وتمت المشاركة عن بعد من خلال الفيسبوك وتويتر وتمبلر وفليكر وفي السنة الماضية أو بالأحرى في 2013 بدأنا نعالج مواضيع مثل المراقبة ويجب أن نتذكر أن 45 من ورش العمل التسعين كانت ترتبط مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الإنسان وقد أخذنا أيضا بعين الاعتبار البيان الختامي لنت مونديال وهناك اجتماعات أخرى لم نكن قد خططنا لها في فبراير ولكن تقرر عقدها بعد شهر مايو أبريل أيار شكرا. Thank you, Chair. إيزومي عيزو أنني من طوكيو أنني تقاعد من ضمن الأعضاء المتقاعدين ولكنني حضرت لكي أغادركم في الواقع أقول لكم مواصلة طيبة في عملكم. أعتقد أنه فيما يتعلق بمنتدى إدارة الإنترنت في إسطنبول لقد كانت هناك لقاءات مخصصة خلال الاجتماع وقد كان ذلك بمفيد للأعضاء في المنتدى الفريق الاستشاري أن يحذوا هذا الحذو ليس فحسب لتنظيم اللقاء كهذا بل يمكن أن يفيد ذلك ليس فحسب القادمين الجدد وأيضا كل من أتى من بلدان نامية ولا يود أن يعتري أي منصة. لقد أجرينا لقاءات 10 أعتقد و ما لم يكن المنظم أو الناطق باسم الجلسة فقد يشعر البعض بأنه منعزل وأنه ليس هناك وقت كافي للتفاعل لكثرة المشاركين. علينا أن نفكر في الطرق الجديدة لتنظيم هذه المؤتمرات بيوف أو بحيز مفتوح أو الحصص المخصصة مس فليبت كلاس رومز وأعتقد أنه مثل دروس الرقص مثلا فقد تنظم فيديوهات مسبقا ويمكن للمشاركين أن يشاهدوا هذه الأشرطة الفيديوية قبل أن يحضروا إلى إسطنبول حتى يمكن أن يكون هناك تفاعل عند الحضور وهناك ابتكار يمكن مراعاته في تنظيم منتديات جديدة لإدارة الإنترنت وأعتقد أن البعض قد لا يرغب في التحدث أمام حضور موسع وودت أن أكرر ما قاله جين نحن نعرف الحدود والقيود المفروض علينا ولكن يجب فيما يتعلق بما هو عن بعد قد يبدو أننا المركز وكن من هو يشاهد عن بعد فقد يشعر بأنه بالفعل مبتعد وقد يكون هناك فرق في التوقيت ويجب التركيز الكبير وكيف يمكن أن نحصل على مداخلات من هؤلاء الذين يشاركون عن بعد وخاصة بعد أن نكون قد غطينا النقاط الأساسية وعندما لا يطلب أحد الكلمة في القاعة يجب أن نستخدم تكنولوجيا الإنترنت ونت مونديول قد
عرضت فيديوهات من إندونيسيا، ومن ثم فقد كان هناك شعور بالمشاركة الفعلية. هذه هي ملاحظاتي وما شعرت به كعضو في فريق سابق استشاري، والآن سنعطي كلمة لميشيتا لاكسمي. ميشيتا لاكسمي، إنني جديدة، عضو جديد من إندونيسيا، عضو في الفريق الاستشاري، وفيما يتعلق بما تعلمناه من 2014، وخاصة فيما يتعلق بما حدث في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا، أود أن أعرف ما كان الأعضاء في الفريق الاستشاري متعدد أصحاب المصلحة. هل يمكن أن نتخذ إجراءات لكي يكون هناك تمثيل وعروض من الدول النامية حتى يشارك هؤلاء الأتين أو الأتون من الدول النامية في هذه المناقشات، وستكون النتائج أكثر فائدة وتحديدا؟ الرد على سؤالك، نعم، لقد أعددنا أو نجري أعداد أو أجرينا التحضير لل منتدى اسطنبول ببعض التمييز. لقد كان هناك بعض المقترحات من الدول النامية، ولكن ربما قد حظيت بترتيبات أقل من بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال، ولكن كنا نود أن نعطي الفرصة لممثلين عن البلدان النامية. والمتحدثة التالية على قائمتي هي بيرلين كي. وشكرا سيدي الرئيس. سوف أبدأ بالقول أننا مسرورون لرؤية كل الحاضرين، ليس فقط أعضاء الفريق الشرعي ولكن أيضا كل الحاضرين. وأكرر ما ذكرته في الأهم الماضي، عندما كنت قدمت نفسي على أنني جديدة، وكنت قد شاركت بشكل نشيط قبل أن أصبح عضوا في الفريق الاستشاري في العام الماضي، وتعليقي على ما ذكره زومي ومن انتهت مدته في الفريق ويعود إلى المجتمع، فإنكم يجب أن تساهموا بتجربتكم وخبرتكم، ونحن نتحمل ونعتمد كثيرا على مشاركة كل أصحاب المصلحة. وأنت زومي و آخرون قد كنتم بنشطاء كثيرا في الماضي، ومن ثم يجب أن تساعدونا، وربما يمكن أن نقول أننا لازلنا ما دينينا لكم. وفيما يتعلق بالابتكارات التي أخذنا بها في العام الماضي، فلقد استطعت في المساهمة، واستنتجت أن المشاركة فعالة، وخاصة التحول من كون الماج أو فريق الشري هو المركزي، وأيضا تنظيم لورش عمل مثلا. فنحن نحد من عمل الفريق الشري، لأن الأعضاء في الفريق الشري لا يحضرون كأفراد فقط، بل نقيم العمل الورشي ونخطط للجلسات الرئيسية. وأعتقد أن كل ذلك كان بحيوي. نحن نحاول أن نشرك الفاعلين جدد ومساهمين جدد، ونحن يجب أن نعمل كموجهين لكي نصغى إلى المزيد من الأصوات الجديدة مثل إيمي والآخرون. قد أشاروا إلى نماذج جديدة، إذا ما فتحنا أذهلنا إلى الآخرين وأشكال جديدة، وذلك لكي نوسع من نطاق المشاركة. فإنني أؤيد
ما قاله روبرت تاير حول موقع إسطنبول، فقد أعطى ذلك الفرصة لنا جميعا بغض النظر عن فريق أصحاب المصلحة الذي ننتمي إليه للمشاركة والمساهمة، وقد كانت هذه فرصة للمشاركة الفعلية بفضل الموقع. وأود أن أشير إلى أنه ضمن الفوائد الذي شهدتها انفتاح الأمانة على إشراك المزيد من المجموعات التي رغبت في الحضور في حضور أو الإتيان إلى منتدى إدارة الإنترنت، وحتى يمكن أن نزيد أو نوسع من الاستماع إلى أصوات جديدة وآراء جديدة. ولقد أتيحت لي فرصة التعاون مع مجموعات مثل تحالف النساء للمشاركة النظرية أو الافتراضية، وأيضا شركات النساء العربيات، وأن ذلك كان بمثابة لقاءات متوازية، ولكن كثيرون لما أتيحت لهم فرصة المشاركة ما لم نمكنهم من أن يحضروا اجتماعات متوازية. لقد حضروا الاجتماعات في القرى، وقد كان من الممكن أن يتفاعلوا مع مجتمع منتدى إدارة الإنترنت. وأعتقد أن هذا الانفتاح ورحب الصدر قد سمح أيضا بأن يكون هناك إمكانية لهؤلاء أن يستفيدوا من هذا الحيز المخصص لهم. شكرا. شكرا يا ماريلين. يقول الرئيس أبري دوريا. Thank you. Avery Doria. Avery Doria. أنني عضو جديد في الفريق الاستشاري. أود أن أحدثكم عن مفهومين جديدين يجب أن نتعمق فيهما. أولا المفهوم الخاص بالحضور. إن ذلك قد أثر على كل اجتماع لمنتدى إدارة الإنترنت. لكن نحن نتحدث عن المشاركين أو عن أعضاء الفريق والحضور. عندما نأتي إلى منتدى يجب أن نعمل بجدية لكي نفهم تماما مدى المشاركة. إن البعض قد يكون جالس على الأرض أحيانا، ولكن عندما نصغى بجدية إلى الحضور فقد يكون هناك فصل بين الطرفين، ونحن يجب أن نعرف أننا نتحدث إلى أشخاص يستمعون إلينا كحضور ومستمعين، ويجب أن نفكر فيما سنقوله حتى يكون هناك بناء خاص بالسلوك الملائم والدينامي والتحاور أو لقاء ونقاش فيما بين كل المشاركين في القاعة وفي من يحضر عن بعد. لأنه قد أشير لأن المشاركة عن بعد قد يشعر البعض من خلال هذا الأسلوب بأنه مبتعد، وأنني سررت لأننا بدأنا العمل فيما بين اجتماعين للمنتدى. وعندما نفكر فيما يجري ما بين الدورات فيجب أن يكون هناك الاجتماع يزمع عقده خاص بالعمل من أجل تنسيق العمل الذي يكون قد أجري ما بين الدورات، أي أن هناك هدف محدد. ولكن في ما بين الدورات فلا يزال هناك اجتماعات أيضا بالمقارنة، والعمل الذي يستهدف نتيجة، وبينما نحن نسير قدما. عندما نتطرق لهذه المفاهيم يجب أن ننظر أيضا إلى الجانب الآخر، وألا يكون الأمر خاص فقط باجتماع سنوي، وأن
نشمر سواعدنا عندما يكون الاجتماع السنوي قد اقترب. شكرا. شكرا أفري على هذه التعليقات. يقول الرئيس، والآن هناك طلب على الخط عن بعد. أنت رياض، تفضلي. Seems we have a slight technical difficulty. يبدو أن هناك مشكلة تقنية. سوف نعود إلى هذا الطلب فيما بعد. وأيسوك مجتمع إنترنت، إنني من مجتمع الإنترنت، وإن ما يخص أيضا اللجنة التقنية التابعة لمجتمع الإنترنت، وأعتقد أن أني أؤيد ما ذكر من تعليقات صباح اليوم. أني أؤيد أيضا ما ذكرته أريات فيما يتعلق بالعمل الذي يجري فيما بين الدورات، وما ذكرته ميرلين ويراد صباح اليوم. أود أن أشدد على النتائج والنواتج لمنتدى إدارة الإنترنت وتجربة أفضل الممارسات، والتفكير أيضا في نواتج جديدة لمنتدانا، وفيما يتعلق بالاستمارات الخاصة بأفضل الممارسات، أعتقد أن ذلك خطوة هامة للسير قدما. ولم يذكر في ملخص التقرير، تقرير الموجز والتلخيصي، إن المجتمعات والأفراد قد أتوا إلى ما يخص منتديات أفضل ممارسات، أسفة وليست استمارات، منتديات أفضل ممارسات. وعادة ما لا يتطرق إلى المستقبل، ولكن يهتم بما يخص أفضل ممارسات. ونحن نطرح سؤال: كيف يمكن أن نضمن استمرارية هذا العمل وهؤلاء الأفراد، هؤلاء الخبراء في داخل مجتمعنا لمنتدى إدارة الإنترنت، وحتى يكون ذلك واضح في اجتماعات قادمة لمنتدانا؟ ونحن نعتقد أن موارد الأمانة هامة هنا، ولكن هناك فرص كبيرة تخص المنتدى. أود أن أشدد على أنه من خلال أفضل ممارسات لم نتفاوض من أجل نص، وأعتقد أن هناك بعض الحساسيات للتوازن فيما يتعلق بنواتج المنتدى إدارة الإنترنت. يجب أن نحرص تقدما حول المشاكل، ولكن الطبيعة غير مقيدة لهذا المنتدى وغير ملزمة كمنصة تفاوضية، ونحن في حاجة إلى موارد لدعم العمل. وأعتقد أن ذلك من هدف أعضاء فريق الاستشاري والأمانة، وأيضا فيما يتصل أيضا بأي مشاورين خارجين قد يعاونوا الأمانة. وهنا أعتقد أن الفريق الاستشاري كما ذكرت ميرلين، إن الأعضاء فيه لهم دور أساسي، ولكن لا يمكن أن نحل محل الأمانة في أدائها. وبينما نتطرق إلى تحقيق المزيد من النواتج في المستقبل، فأعتقد أن ذلك سيقع العاتق الفريق الاستشاري والأمانة، لأننا نود أن تكون النواتج محايدة في نهاية الأمر. ودعوني أقول أنه فيما يتعلق بالشكل الخاص بعملنا، فهناك أيضا أفضل ممارسات، وهناك أيضا رسالة صدرت من المنتدى وبعث به بهذه الرسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، وأن ذلك لخير دليل على أن هناك إمكانات وطاقات هائلة لمنتدى إدارة الإنترنت في هذا السياق. وفي نفس الوقت أعتقد
أن أفريقيا قد درست أفضل الممارسات، وهناك وثائق وممارسات فعلية قائمة يمكن أن نقارن فيما بينها. هناك موضوعات أخرى قد تكون أفضل وأنسب لأي رسائل وخطابات نبعث بها، ومثل معالجة مثلا البيانات، إنما كل ذلك قد يكون أيضا بمثابة موضوعات جديدة أفضل وأنسب لأشكال جديدة في العمل. وأخيرا فيما يتعلق بالجلسات الرئيسية والأساسية، فإن في رأيي إن منتدى 2014 قد أعطانا انطباع بأننا هناك اختلاط في المشاركة، لقد كان هناك صون للأشكال، وأن كل العناصر التاريخية يجب التمسك بها وصونها، وأن نسير قدما في هذا الاتجاه. وأن المشاركين قد اعتقدوا أن الجلسات كانت بالطويلة والكثيرة، وأعتقد أن أحد الزملاء ربما جينيتاي قد أشار إلى أن مناقشة موضوع واحد في النهار، و يجب أن نختتم العمل وأن نبرز تقدم المحرز في النقاش، وكل ذلك يجب أن يعكس أيضا على مستوى الجلسة العامة. شكرا يا كونستانس على هذا المقترح، وسأعطي الكلمة الآن إلى المملكة المتحدة. مارك، أسعدتم صباحا. مارك أفيل، المملكة المتحدة، الحكومة، وزارة الرياضة والثقافة، وأعتقد أننا نود أن نشكر تركيا على استضافة هذا المنتدى التاسع لإدارة الإنترنت. وكما ذكرت فإن التمعن في عمل هذا المنتدى فيجب أن يبني على النجاح المحرز، وأثبت بالفعل منجزاته، ولقد استعرضنا مشاركة أصحاب المصلحة. وأود في ملاحظة فيما يتعلق بمشاركة الحكومات، إن وفد حكومة المملكة المتحدة في إسطنبول كان من أكبر الوفود، وكان هناك صانع القرارات من المملكة المتحدة حضروا، وكان ذلك أكثر من أي وقت مضى من حيث الحضور والشروع في مناقشة مفتوحة ودينامية مع أصحاب المصلحة. وفيما يتعلق بهذا المنتدى في إسطنبول، فلقد قدرنا كثيرا ما ابتكر في ذلك المنتدى، أي التشديد على نتائج أكثر تحديدا، ولكن ألا نحاول أن نتفاوض من أجلها، ولكن أن نرى ما إن كان هناك توافق في الآراء أو تضارب في الآراء حتى نفهم أكثر القضايا المطروحة، أي إدراك مفاهيمي للمنتدانة، ونحن نتمسك بهذا الأسلوب. وإن أعتقد أن المنتديات كانت من حيث عددها سليم، وأعتقد أنه يجب أن ننشر كل ما تمخض عن هذه اللقاءات، وخاصة لكي نستفيد من إشراك الخبراء في هذا اللقاء أشكال جديدة، فنحن نرحب بذلك والتزام للعمل في بين الدورات، إن ذلك أمر نؤيده بقوة، ونحن نتطلع نحو مناقشة هذا الأمر هنا
لكي نحسن التطبيق ونضمن العمل منذ الآن وحتى منتدى البرازيل القادم لإدارة الإنترنت، وحتى يمكن أن نسير قدما في معالجة الأمور. إن المنتدى البرازيل ربما سوف يواصل إلى أبعد مما وصلنا إليه، وألا نكرر ما حدث في الماضي ونكرر أو ألا تكون هناك ضياع للمجهود. وأعتقد أن هذا ما شددنا عليه في لقاء إسطنبول، أي العمل في بين الدورات. نحن نقدر تماما من شاركوا من الشباب في إسطنبول، ونحن نود أن نرفع مستوى مشاركة هؤلاء حتى يكونوا في مقدمة الساحة في البرازيل، حتى يراهم العالم، وحتى نفهم أهم ما يشغل بال الشباب. الجلسات الرئيسية، فأعتقد أن العدد كان بملائم، ولكن يجب أيضا أن نعمل جاهدين حتى نضمن أن يكون هناك مشاركة أوسع نطاقا، وحتى لا يكون هناك تصادم مع برامج تنظيم برامج أخرى، أي أن يكون هناك وقت كاف مخصص للاجتماعات. وأيضا عدد المشاركين أيضا كان الكثيرون من المشاركين أحيانا في بعض اللقاءات. شكرا، وهذه هي تعليقاتي للآن. شكرا يا مارك. يقول الرئيس، أعتقد أن المشاركة عن بعد غير جاهزة، هل يمكن أن نحاول؟ سنحاول، وإلا سوف نجهز ذلك. أنريات ثم سوبي. أنريات، لا أعتقد أن الميكروفون يعمل، ولقد أرسلت إليكم رسالتي بالبريد. نسمعك، يمكنك أن تواصلي. Now I need to find my comments again. المتحدثة تكاد تكون غير مسموعة والصوت سيء جدا. Okay. Well, as Izumi, I'm also an outgoing MAG member, so thank everyone. It's good to be. بصفتي عضو سابق، يسرني أن أواصل المشاركة عن بعد، وأخذت علما بالملاحظات حول الماج، وأتطلع لتملك الإجراءات من قبل الماج. نود أن نشكر البلد المضيف، وسنركز على نقاط رئيسية. الصوت سيء جدا. That we should strengthen the intercessional process of the IGF. This has been said by Avery and others. In particular, I think it can help with the outcome orientation through the best practice forums, which I see. أعتقد أنه يمكننا أن نعمل في فترة ما بين الدورتين ومن أجل إعداد ورش العمل، وإذا عقدنا عددا أكبر من ورش العمل التي تعد بين دورتين، فهذا سيعزز عمل ورش العمل. وكذلك يمكن أن نعمل على مساهمة البلدان النامية الحكومية، وكذلك من فترة بين الدورتين، ويمكن أن يشتمل ذلك على تحسين منتديات الIGF الإقليمية. ومن بين الانتقادات هذا العام هو أنه لم يتم عكس الاجتماعات الإقليمية لل IGF. وبالنسبة لحقوق الإنسان، والصوت سيء جدا مما يجعل مهمة الترجمة مستحيلة.
أعتقد فعلا أن علينا أن نعقد اجتماعا رئيسيا خلال الـ IGF، وذلك من أجل تلخيص كل ما يرتبط بحقوق الإنسان أو مائدة مستديرة والتي كانت ناجحة هذا العام. وأشكر الأمانة على ذلك، ولكن تصادم ذلك مع ورش عمل أخرى مرتبطة بالحقوق ولم نتمكن من تلخيص كل شيء. وثالثا، إنني أؤيدكم في ضرورة التحلي بالابتكار كما قالت إيزومي، أي أن نصمم الحدث بطريقة تجعل ورش العمل ليكمل بعضها البعض الآخر، وأن تكون هناك ورش العمل التي تتمحور حول موضوع واحد ألا تتزامن مع ورش عمل أخرى، وكذلك أن نقترح موضوع في اليوم. ولكن أعتقد أنه يمكن أن نساعد إذا ما صممنا ذلك بطريقة محكمة. وكذلك ملاحظة الأخيرة، تم اللجوء في إسطنبول إلى منتدى الحوكمة، ويجب أيضا الاستماع إلى الآراء المحلية، ولكن كانت هناك أحداث جانبية حالت دون أن يطرح مجتمع الـ IGF المسائل الرئيسية في القاعة الأساسية. بالطبع هناك أحداث موازية، ولكن لا يجب أن تتصادم مع الحدث الرئيسي. هذا كل ما كان لدي، وسأواكبكم طوال هذا اليوم. شكرا. ملاحظة من الترجمة، الصوت كان سيئا جدا. I will take now next on-site participant before going to next. إذن قبل الانتقال إلى المداخلة التالية على الخط، سنستمع إلى شخص من القاعة. شيريل. No, sorry about that. Thank you very much. أعتذر، شكرا. اسمي شيريل ميرل، وأنا عضو جديد في المج هذا العام من مجتمع أوساط المنشآت، وأعمل لأيسن كوميونيكيشن. وأود أن أشكركم جميعا، وشاركت في اجتماعات العام الماضي، ورحب الجميع في الماج في الحضور، ويسرني أن أنضم إليكم، وأشكر الأمانة أيضا. ولدي تعليقان وسؤال. ملاحظتي من الخارج في العام الماضي ارتبطت بالتوازن في الربط بين الدولة المضيفة والماج، وهناك عدة مسؤوليات لكل من الطرفين. وأشكركم ونشكر البلد المضيف مرة أخرى، وذلك لإنشاء هذا الاتساق مع الفريق التجاري الماج، ولقد ساعد ذلك منتدى الIGF 2014 على تحقيق النجاح. لدي تعليق آخر، وأسمع من عديد من أعضاء الماج ملاحظات إيجابية حول الجلسات الرئيسية وبعض الأمور الأخرى التي لم تجري حسب ما توقعنا، ولكن تم إطفاء التوازن الإقليمي وبين الجنسين، وكانت هذه من المعامل الإيجابية. ولكن من جهة أخرى كان هناك عدد مفرط من المتحدثين في عدد من المجموعات. وسأطرح السؤال التالي، وبصفتي عضوا جديدا، هل كانت هناك قواعد طبقت أم لا بشأن تشجيع هذا التوازن، أو ما كان الهيكل المعتمد؟ هل أن الهيئة التنظيمية لديها تعليقات؟ ولذا قال العديد إن الأعداد كانت مفرطة، ولكن يبدو أن التوازن تحقق من جهة أخرى. شكرا جزيلا. So thank you. شكرا يا شيريل، وسنطلب من الزملاء الرد على هذا السؤال. وهناك مبدأ توجيهي، أي أن نعمل بطريقة منطقية وحكيمة. To online participant. That I understand. والآن ننتقل إلى مشاركة على الخط. Please go ahead, Subi. Hi, Anas. Can you hear me? Yes, we do hear you.
هل تسمعوني؟ شكرا. اسمي شوبي شاتورفيدي وأنا من الهند وأعلم في جامعة، وهناك 800 مهندس، وكل هذه السنة الثالثة وأعمل بحماس في مجال عملي. وبالطبع هناك فريق هائل في الماج هذا العام. لدي ملاحظات سريعة حول ما يمكن أن نستخلصه، وأعتقد أن الالتزام مع البلد مضيف تركيا وكذلك الخطوة التيسيرية كانت هائلة ورائعة، وكذلك كان رؤساء الجلسات من ذوي الكفاءة، وكذلك كيف يمكننا أن نعزز الIGF. ربما بعض الأمور التي حدثت تجعلنا نستجيب لموضوع الجلسات الأساسية لتغطية الأسئلة والمسائل، ويمكن أن نعتمد نهجا شاملا لكل الجلسات إن كانت ورش عمل أو دورات أو جلسات عامة. وموضوع النسق من المسائل التي يجب أن نواصل درسها، ومما أثلج قلبي أحد المتحدثين كان سنه 13 سنة، وأشكر الرئاسة على هذا الابتكار، وهذه رسالة إيجابية جدا، أي ارتبط الأمر بالابتكار والقدرة على الاستماع من قبل الحضور، وهذا هو جوهر عمل الIGF. وأرحب بكوننا لا نكرس 75% من الوقت على وثائق متفق عليها، ولكن يجب أن نستمع إلى الأشخاص كما فعلنا، وخاصة في الدورة العاشرة المقبلة. وبالطبع تم تأكيد ذلك بكل حماس بحضور الأشخاص واستعدادهم للسفر والمشاركة. نعم، بشأن المشاركة، هذه أداة هامة جدا، والأمر ليس بمثابة مشاهدة التلفزيون، هناك من يشارك عن بعد أيضا، والمنسق عن بعد أيضا. وأكد أيضا أن من ليس في القاعة يشارك أيضا في المناقشة، وهذه مسائل رائعة ويجب مواصلتها. وأما بشأن تقرير الرئيس، إذن ثم إصدار ملخص بصفحتين أو أربعة، وبعد ذلك تقرير المستفيد، وكانت كل هذه الخطوات رائعة بنظري، وأوافق تماما على أنه طبقا لجدول عمل تونس في الفقرة 72، فمن بين مهامنا الرئيسية في الفريق الاستشاري ماج ألا ننظم فقط البرنامج، ولكن أيضا وضع جدول أعمال المعرفة والمشاركة في بناء القدرات، وإن الزملاء طلعوا بمهامهم على أكمل وجه. وبالطبع علينا أن نواصل كما قيل، وأن نعول على الممارسات المثلى والمتدايات الخاصة بذلك ترجمة كل هذه الخطوات. وهناك أيضا اجتماعات بأعداد كبيرة من البلدان النامية مثل التي ترأستها، وبالطبع عولنا على الممارسات الجيدة، قد تكون المثلى ولكنها ممارسات جيدة أو ملائمة، أو قد لا تناسب بجميع الحالات، ولكن هذه الأمور ساهمت بدرجة عالية في نجاح الاجتماعات. أما بالعودة إلى الجلسات الرئيسية، فهناك النسق المعتمد، أي أن بعض الجلسات الرئيسية جعلت المنسق يتنقل في القاعة، وألا يكتفي الأشخاص بالاستماع ولكن التفاعل. بالطبع بالرغم من أننا لم نعتمد نسق الأسئلة والأجوبة، ولكن شارك الحضور بشكل تفاعلي في هذه الجلسات الرئيسية. وأود أيضا، لست أدري ما إذا كانت المسألة قد أثيرت، إذن أن يزداد عدد المتطوعين. وما لفت انتباهنا هو أن الأمانة تمكنت
من تركيزي على إحدى ورش عمل الشباب، وانخرطت هذه في سياق الجلسات الرئيسية، وتفاعلنا مع الشباب وتعاملنا تعلمنا منهم الكثير، وكانت هذه من أهم ورش العمل التي حضرته في العام الماضي. وفيما يتعلق بما ورد عدد المشاركين، فهناك مبادرات تتخذ في الماك بهذا الخصوص، والعمل بين الدورة تام أيضا. ولكن أود أيضا أن نفكر في المعلومات المستخدمة، وكيف سنشكل الفرق، وكيف نمضي قدما. وهذا الإطار سيتطور ويعول على عدد من المفاهيم. وهذا العام أيضا كان هناك دعم من أجل التنسيق عن بعد، وعدد الميكروفونات أيضا في القاعة أهم جدا. وإذا ما كنا في ورشة عمل وكان هناك ميكروفون واحد وهناك من يتحدث في نفس الوقت، فإذا ما ازداد عدد المتحدثين أعتقد أن هذا يؤدي إلى تكاليف، ولكن يجب زيادة عدد الميكروفونات في القاعة. وأود أيضا أن يكون مكان الاجتماع سهل النفاذ، ونعطي الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه من بين الأمور التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. بالطبع المزيد من النساء والأطفال والشباب والمزيد من الحكومات، ومكان الاجتماع ليس مكلفا أو صعب النفاذ، ويجب أن يكون هناك أشخاص جدد وأعداد أكبر من الشباب في الجلسات العامة، وكذلك توضيح الأمور الخاصة بالدمج أو الاقتراحات المدموجة أم لا. وهذه بعض الملاحظات بالإضافة إلى مساهمات محددة تتخذ بنسق متعدد أصحاب المصلحة، وكذلك عند تخطيط ذلك من البلد المضيف، وخاصة مجموعات المجتمع المدني والتي يجب أن تشرك منذ أول يوم. شكرا جزيلا يقول الرئيس. شكرا على هذه المساهمة يا سوري، وعلى هذه التوضيحات. في القائمة الآن الولايات المتحدة. Good morning, everyone. صباح الخير للجميع. شكرا حضرة الرئيس، ونرحب بالجميع. أود اسمي ليزل فرانس، وأنا من الولايات المتحدة. فأضم صوتي للجميع، جميع من وجه كلمات الشكر لحكومة التركية على عقد هذا المنتدى الناجح هذا العام، ونشكر أيضا البرازيل على استضافة الحدث مرة أخرى أي عام 2015، ونود أن نشكر المكسيك أيضا على اللفتة السخية باستضافة هذا الحدث عام 2016. وشكرا على هذه الإمكانية المتاحة للمشاركة. لن أفصل المساهمة الآن، ولكن سأسلط الضوء على ثلاث مسائل قد تكون مفيدة للمناقشة. من بين المسائل التي لا طالما قدرناها هي قدرة الجيف على إجراء المناقشات في الوقت المناسب حول ما يجري في حيز الإنترنت، لأن الأمور متطورة بسرعة وبشكل دينامي. وعندما نتحدث عن ورش عمل أو مواضيع خاصة بورش العمل، قد نواجه أيضا تطورا سريعا في الأمور، وأخذ ذلك بالحسبان كان مفيدا جدا. ثانيا، فيما يتعلق ب تلخيص الجوهر والنتائج والممارسات المثلى والمساهمات ونتائج الجيف، كل ذلك كان مفيدا لمواصلة المناقشة. وقد التعليقات المقدمة من قبل
بمعنى الأخذ بالممارسات المثلى على شكل تعاوني وليس في سياق مفاوضات أو نتائج يتم التفاوض بشأنها. وأشكر زملائي وأهنئ من أهنئ الأعضاء الجدد في الماج، وفي مساهمتنا ركزنا أيضا على موضوع أثير اليوم، أي تشجيعكم على مواصلة النظر في المجتمع، ليس فقط أعضاء هذا الفريق ولكن من يحضر منتدى الـRGF منذ سنوات، ولمواصلة إدماج المجتمع في جهود التخطيط، وكذلك الأخذ بالنتائج التي تساعدنا على المضي قدما. وبالطبع الـRGF شكل حيزا بعيدا عن الضغوط وصنع القرارات والتفاوض، وأصحاب المصلحة يمكن أن يتفاعلوا وأن يعربوا عن وجهة نظرهم ويقيموا علاقات تحد من سوء التفاهم عندما نجتمع في سياق مختلف. ولذا فإن طبع التفاعلي الذي تحدث عنه زملاء كثيرون خلال ورش العمل والـRGF عنصر هام جدا. وبالطبع عندما نعتمد معايير خاصة بورش العمل ونسق أعمالها، فهذه طبيعة تفاعلية من الأمور التي يجب التركيز عليها. وأود أيضا أن أضم صوتي إلى الوفود الأخرى وأن أعقب على ملاحظاتك سيدي الرئيس، بمعنى أننا نفكر في تمديد ولاية الـRGF العام المقبل، والولايات المتحدة تعتبر أننا في هذا السياق يجب أن تبقى الولاية الأساسية، وحتى ولو تحسنت وتطورت لتلبية احتياجات المجتمع في سياق الحوار والمناقشات، وهذا عنصر هام جدا. شكرا جزيلا، نتطرق للمناقشات في اليومين المقبلين. شكرا حضرة الرئيس. So thank you very much, Liesl, for your comments. شكرا يا ليزل على هذه التعليقات. السيدة كي، لست أدري، لا يمكنني أن أنطق ربما اسمك الأول بالشكل الملام. اسمي جاك اس ام كي من المجتمع المدني الاي بي سي، وأعمل على حقوق المرأة بصفة عامة. وأود أن أقدم بعض التعليقات فيما يتعلق أولا ببناء القدرات، وهذه أولوية، هذا مجال ذو أولوية، وهذا يدعم أيضا المشاركة المتنوعة من مجموعات مختلفة من الأشخاص، وأنا مهتمة جدا بتعزيز ذلك للمشاركة ودون الاكتفاء بالاستماع فقط لمجموعات مختلفة ومتنوعة. وكذلك بشأن التوصية لأنماط ونسق مختلفة وإدماج عنصر الابتكار وعمليات التعلم وتعزيزها، وكل ذلك يلعب دورا هاما لا سيما من أجل تشجيع أطراف جديدة على المشاركة، وكذلك بناء القدرات على الصعيد الإقليمي والوطني من أصحاب مصلحة مختلفين، وهذا يمكن أن يساهم أيضا في عمليات الـRGF بصفة عامة وتبادل وتفاعل وأيضا التعويل على الممارسات المثلى. وملاحظاتي الأخرى هي تأييد العمل بين الدورتين وبناء القدرات، وهذه من المعالم الرئيسية للعمل بين الدورتين. ومتحدث من ISOC Internet Society تحدث عن الممارسات المثلى والمنتدى الممارسات المثلى الذي ييسر مساهمة أصحاب مصلحة مختلفين، وأيضا الحضور الـRGF، وهذه مسألة جديرة بالبحث والدراسة لنرى كيف تساهم هذه المواضيع المختارة في تيسير المزيد من المناقشات وزوايا مختلفة خاصة بالإنترنت، لا سيما فيما يتعلق ب
حقوق الإنسان وأن الIGF أصبح ناضجا فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان وأيضا النظر إلى هذا الموضوع بشيء من التعمق وهناك مسائل أخرى مثل المساواة وغيرها وكل ذلك من المواضيع التي يجب أن تؤخذ بالحسبان وأخيرا إذن بالنسبة إلى التقرير ونشكر الأمانة على تعاونها للتحرص على أن هذا جزء من تتبية المتابعة ويساعدنا جدا أن نرى كيف ساعدنا التقرير في سنة الثلاث الماضية على ندرك كيف تم تضمين مساواة بين الجنسين في ورش العمل والإجماعات الرئيسية وهناك بعض النتائج التي لم ترد في التقرير الرسمية حول إحصاءات الIGF وربما يجب أن نضمن هذا العنصر ويجب أن نرى كيف يمكننا تحسين التقارير ولا نكتفي بالأرقام ولكن أيضا جوهر الموضوع وتمكن عدد المشاركين يؤدي إلى تضمين ذلك أم لا. كل شكرا سيدي الرئيس، شكرا جزيلا على هذه الملاحظات. قبل أن أعطي الكلمة لتركيا نعطي الكلمة لمشارك على الخط. I will be reading an intervention. سأقرأ مداخلة من البرازيل من ماريلا ماسيل من مؤسسة فارغاس. منتديات الممارسات المثلى كانت عملية مفيدة أدت إلى نتائج مثيرة للاهتمام ويمكن أن نعزز التركيز على طرح أسئلة واضحة على الخبراء منذ البداية بالاستناد إلى مشاكل حقيقية تتم مواجهتها والعمل من يساهم في الممارسات المثلى يجب أن يكون أكثر شفافية ويجب أن يعرض ذلك على التعليقات قبل إجراء عملية مشاورة مهيكلة ويمكن أن نساهم في أسلوب العمل والعمل بين الدورتين يجب أن يستخدم لهذا الغرض ومن مما رأينا في التقارير فمنتديات الممارسات المثلى لم تبلغ بعد النتائج الملموسة التي تمت المطالبة بها ويمكن أن تكون نتائج خطوط توجيهية لوضع السياسات في مجالات أخرى ويجب بذل المزيد من الجهود في IGF في البرازيل من أجل التركيز على النتائج وأخيرا التركيز على الإجراءات المتخذة من أصحاب المصلحة نتيجة للمساهمة في IGF كل ذلك يجب أن يتم التركيز عليه بوضوح هذا العام وترويجه وذلك من أجل تعزيز الحجج المرتبطة بمواصلة عمل IGF وتمديد ولايته. شكرا. الحكومة الكلمة لحكومة تركيا. إسام دوردو وأتحدث بصفتي الشخصية هذه المرة وأود أن أشكر الرئاسة وكذلك قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وكل من ساهم في إنجاح IGF في إسطنبول عام 2014 وبكل صدق في البداية كانت لدي بعض الانشغالات لعدد الأحداث الكبير الجاري هذا العام ولم أكن متأكدا من مستوى المشاركة ولكن لحسن الحظ كانت المشاركة عالية جدا وكان عدد المشاركين كبيرا ليس فقط من البلدان النامية بل أيضا من البلدان المتقدمة وخاصة من البلدان النامية وأؤيد 100% ملخص السيد شينغتاي وكذلك كل من لخص عوامل إنجاح هذا المنتدى عام 2014 وهذا قد يشكل خطوطا توجيهية لعملنا في المستقبل وللبلدان المضيفة التي ستستضيف الأحداث المقبلة. أعلم إذا كان هناك ملخص وساهمت ماريلين وشيريل وسوبي و ليسل ونشكر كل من قدم تعليقات. لدي بعض الملاحظات الإضافية بالنسبة لمن أتى من البلدان النامية ف
فلقد تم تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة السفر دون رسوم وأيضا بطريقة إلكترونية مما ساعدنا جميعا، ويمكن أن تعتمد إجراءات مماثلة للحصول على فيزا تأشيرة على الخط في البلدان التي ستستضيف الأحداث المقبلة. ولقد يسرنا مسألة السفر وزدنا عدد الرحلات التي كانت تأتي إلى إسطنبول لحضور هذا الحدث، ولكن يمكن أيضا استخدام شركات سفر منخفضة التكلفة، والعديد ممن التقيت بهم في إسطنبول كانوا قد اتخذوا ترتيبات سفر مسبقة بأسعار منخفضة جدا. Important factor in obtaining high attendance. وبالطبع كل هذه الترتيبات يمكن أن تشكل جزءا من توصية تيسيرا للسفر، وأيضا يسرنا وسائل النقل في إسطنبول وهي مدينة أيضا هامة وتجذب عددا كبيرا من الأشخاص والذين يودون أن يشاركوا في أي حدث ينظم في إسطنبول. وأنا متأكد من أن البلدان المضيفة المقبلة لعام 2015 ستبذل كثارة الجهد لإنجاح هذه الأحداث، وربما أحسن من إسطنبول. ولقد حضرت نت مونديال وكان هذا الحدث ناجحا جدا، وبالطبع أثق تماما في وفد البرازيل الذي سينظم هذا الحدث. ونشكر أيضا كل الأعضاء السابقين في الماجو الذين ساهموا في الجيف 2014 والعملية التحضيرية له، ونهنئ الأعضاء الجدد وشكرا جزيلا، ويسرنا أن نكون جزءا من هذا الفريق الرائع. شكرا. Thank you, Ihsan, for, شكرا إحسان على هذه التعليقات. وكما رأينا في الجلسة الختامية لاجتماع إسطنبول، فإن بيئة الاجتماع المقبل ستكون مختلفة قليلا، وبدلا من المباني التاريخية والأثرية سنرى البحر الخلاب، ولكننا نتطلع أيضا لهذا التغيير في بيئة اجتماعنا المقبل. والمتحدث التالي اليونسكو. شكرا حضرة الرئيس. اسمي هوشينكو من اليونسكو. أود أيضا أن أؤيد الوفود والزملاء الذين هنأوك وهنأوا الأجيف على تحقيق نجاح في إسطنبول، ونأمل أن يتواصل هذا النجاح وأن يتعزز أيضا في البرازيل. وثانيا كما قال الرئيس، فإن اليونسكو تجري دراسة خاصة بالإنترنت في مجالات خمسة، في ذلك الخصوصية والنفاذ والأبعاد الأخلاقية والتعبير وغيرها، كما ساهمت في ذلك الدول الأعضاء. وقدمنا هذه الدراسة خلال اجتماع إسطنبول، وتلقينا العديد من المساهمات الهامة من أصحاب المصلحة في إسطنبول، وهذا بين القيمة المضافة للIGF لمنظمات الدولية الحكومية كاليونسكو للتفاعل مع أصحاب المصلحة ومناقشة تلك المسائل المعقدة والمتشعبة. وهذا ساعدنا على وضع الاستراتيجية، وأيضا الدول الأعضاء فيما يخص جدول الأعمال من بين 2015، وهذا يرتبط بملاحظتي التالية. ولقد لفت انتباهي أيضا النقاش المتحمس حول ما يرتبط بحقوق الإنسان خلال اجتماع الأجيال في إسطنبول، و أدركه وأعلم أيضا أن الأمم المتحدة عبأت صفوفها من
أجل تعزيز حقوق الإنسان ونهوض بحرية التعبير واحترام الخصوصية على الإنترنت وعلى إثر قرار خاص بمجلس حقوق الإنسان حول حماية حقوق الإنسان على الخط وحماية الخصوصية وكذلك القرار المتخذ بخصوص في حماية الخصوصية في العهد الرقمي في جمعية العمل المتحدة وكذلك المؤتمر المنظم المفوض لحقوق الإنسان وأيد مقاله المتحدث السابق فيما يتعلق بتخصيص جلسة عامة لحقوق الإنسان في الاي جي اف المقبل الذي سينعقد في البرازيل وهذا يساعد الأمم المتحدة على قولبة جدول الأعمال من بعد 2015 بالتركيز على جوانب حقوق الإنسان بما أن الإنترنت يتطور ويشكل تحديات بشأن حقوق الإنسان بشكل عميق وجذري. وسأعود أخيرا إلى الدراسة التي أجرتها اليونسكو. هناك دراسة جارية على قدم وساق وستناقش مستندها الأولى لهذه الدراسة في مؤتمر ننظمه في مارس آذار من 3 إلى 4 مارس آذار 2015. ويسرنا جدا أن نستضيف الاجتماع المقبل للماج وهذا في الأسبوع نفس الأسبوع المذكور أعلاه ونرحب بكم جميعا في اليونسكو في أول أسبوع من مارس آذار وكذلك في ساق مؤتمر اليونسكو واجتماع الماج. شكرا. So thank you very much Zhengong for your شكرا جزيلا على تعليقاتك وكذلك على دعوتك وسنرى كيف يتماشى هذا مع البرنامج الزمني لتحضيراتنا وسنناقش هذا الموضوع غدا وبعد الغد. والمتحدثة التالية فاطمة. شكرا سيدي الرئيس. أنا فاطمة من الأرجنتين من المجتمع المدني وأوافق على وأتفق مع المساهمات التي تسلمتها الأمانة فيما يتعلق بالجلسة الأساسية. أوافقكم بالرأي بأن 3 ساعات مدة طويلة وأفضل أن تكون المدة ساعتين بدون ساعات بدون ورش عمل تعقد بالتوازي. وفيما يتعلق بالمحاضرين في بعض الحالات كان عددهم كبيرا وأعتقد أنه يجب أن نركز على ضرورة ترشيد المنتدى. وأنا من اي جي اف من أمريكا اللاتينية ولم ندعى هذه السنة إلى الاجتماع الإقليمي في حين أننا نتمتع بخبرة تعود إلى 7 سنوات. وأعتقد أن المنتدى الإقليمي يجب أن يكون جامعا أكثر في السنة المقبلة وأتفق مع التعليقات بشأن منتديات أفضل الممارسات ونحتاج إلى التواصل فيما يتعلق بدورة أفضل الممارسات وقد نجحنا في هذا الإطار هذه السنة ولكن نحتاج إلى إشراك عدد أكبر من الناس في هذه الجلسات ويجب أن نأخذ من عدد الدورات التي تعقد بالتوازي فيصعب أن نشارك في العديد منها. وفيما يتعلق بتنظيم الجلسات الأساسية أعتقد أننا نحتاج إلى قاعدة خاصة أو شيء من هذا القبيل ونحتاج إلى وضع خطوط توجيهية لرؤساء الجلسات الأساسية لإشراك المشاركين عن بعد ويجب أن
نتوخى الحذر فيما يتعلق بإدراج الاجتماعات الخارجية في جدول الأعمال الرسمي للمنتدى لتفادي اللغط بالنسبة للمشاركين، وأعتبر أن علينا أن ننشئ أفرقة عمل بشأن المواضيع الفرعية التي نحتاج إلى تحديدها لكي نبدأ العمل عليها وبدء النقاش بشأنها في بداية السنة المقبلة، وعلينا كذلك أن ندفع إلى الأمام عجلة أنشطة بناء القدرات كما فعلنا هذه السنة. وهذه السنة عقدنا اجتماعات إقليمية بلغات مختلفة، وأتفق مع التعليق المتعلق بالعمل ما بين الدورات، وأكتفي بهذا القدر. شكرا يا فاطمة على تعليقاتك واقتراحاتك. أوغو كافالي. شكرا سيدي الرئيس. أولغا كافالي، أنا من وزارة الخارجية الأرجنتينية، وأنا أتقاعد من الفريق الاستشاري ماغ، وبعد العمل فيه لسنوات عديدة تعلمت الكثير منه، وأشكر الزملاء الذين أطلعوني على ما يعرفونه وساعدوني عندما بدأت العمل في الفريق، ويسرني أن أرى عدة أصدقاء من المنطقة وأن أتعرف على الوجوه الجديدة في الفريق وأنوي مساعدتهم وأن أكون حاضرة ليس كعضو في الفريق بل كممثلة عن حكومتي، ونحن نؤيد هذه العملية ونهنئ تركيا على نجاح اجتماع إسطنبول، وكان اجتماعا هاما لتاريخ المنتدى، ويسرنا أن يعقد المنتدى التالي في البرازيل بلد مجاور لنا، وأن يعقد المنتدى التالي في المكسيك، هذا أمر جيد بالنسبة لأمريكا اللاتينية، خاصة بالنسبة للذين يعملون من بيننا من أجل إشراك المنطقة، وهذا إنجاز كبير. وأهنئ البرازيل على عقد المنتدى مرتين. أذكر أن أولهما في سنة 2007 كان جيدا، ولكن اجتماعنا كان صغيرا ولم يكن الحضور بالكبير ولم يكن الناس يعرفون المنتدى، والآن ولاحظنا أن مشاركة أمريكا اللاتينية لم تكن قوية فيه، ونحن في الإقليم نعمل من أجل زيادة مشاركة أمريكا اللاتينية في المنتدى، ونود أن نشدد على قيمة هذا المنتدى لمنطقتنا، وندعو الزملاء للعمل على الصعيد العالمي وبين الدورات لإشراك مجتمعنا قدر الإمكان، ونحن منطقة غير ممثلة على خير وجه في الاجتماعات الدولية، فغالبا ما تعقد في بلدان بعيدا عنا، وبالنسبة إلينا في أمريكا الجنوبية نجد صعوبة في حضور الاجتماعات الدولية لأننا في منطقة نائية، وأشجع الجميع على تعزيز العمل بين الدورات على الصعيد الإقليمي، ولدينا منح للمشاركين وأعلمونا إذا ما كنتم تحتاجون إلى مساعدتنا، وهناك الكثير من الأنشطة الجارية، وأشجع الأصدقاء في المنطقة على إشراك المجتمع أمريكا اللاتينية والكاريبية وحثهم على مواصلة المشاركة. وأود أن أكرر أن الأرجنتين ترحب بالتنظيم الجديد للاجتماعات، ونحن على استعداد لمواصلة النقاش، ونعتقد أن تناول موضوع حقوق الإنسان أمر هام، وسنحرص
سنواصل المشاركة في أنشطة بناء القدرات، وأود أن أؤيد تعليق الصديق من منطقة آسيا والهادئ بشأن رفع التقارير بشأن النساء وبشأن بشأن البعض الجنسي والمعلومات بهذا الشأن. وأعتقد أن هناك مسألة هامة، فنعاني من الخلل في تمثيل النساء في القيادة، وربما نستطيع مع الـ APC تنظيم اجتماع بهذا الشأن لحث النساء على تبوؤ مناصب قيادية وفي مجالس الإدارة. شكراً. لدينا قائمة طويلة بطلبات الكلمة، على الأقل 10، وأمامنا 15 دقيقة، وبالتالي سنفرض مهلة زمنية لأخذ الكلمة. وأعطي الكلمة الآن إلى المكسيك. ماريا كاباليرو، تفضلي. Thank you, Chair. Good morning, colleagues. Well, I will be brief. شكراً. سأتوخى الإجازة. أنا من الحكومة المكسيكية، هذه هي سنتي الثانية في الفريق، وسأتوخى الإجازة وأتطرق إلى بعض النقاط التي تطرقت إليها زميلة أولغا، فهذه هامة بالنسبة إلى بلدي ولمنطقتنا. ومن النقاط التي أود التطرق إليها هي مشاركة البلدان النامية، فكما قالت أولغا علينا أن ندعم المشاركة. وهنا سيدي الرئيس في جنيف، نرى أن معرفة المنتدى محدودة للغاية على مستوى البعثات الدائمة، وسبب هذا هو أن التحدي الذي قد نواجهه في السنة الماضية هي إمكانية إشراكهم في تنظيم الاجتماع المقبل في السنة أو الاجتماع التالي في السنة المقبلة، وننتهز فرصة حضور الحكومات هنا لكي نعرف بالمنتدى، وذلك لتكليل الاجتماع بنجاح. والنقطة الثانية ترتبط بما تحدثت عنه أولغا بشأن إدماج البعد الوطني والإقليمي في العملية. والنقطة الثالثة التي أود إثارتها صباح اليوم هي المتابعة والتعميم، وأود أن أكون عملية قدر الإمكان وأتقاسم مع البلدان النامية ماهية المنتدى IGF وما الذي يحصل. فهناك الكثير من الأمور الجارية والعمل الجيد الذي يتم الاطلاع به، ولكن هذا لا يخرج عن مجتمع منتدى حوكمة الإنترنت، في حين أنه يجب أن نعرف عن أنفسنا قدر الإمكان. شكراً. إذن شكراً جزيلاً على تعليقاتك، وأعطي الكلمة الآن لجيم. Thank you, Chair. This is Jim Prendergast with the Galway Strategy Group. شكراً. أنا من الفريق استراتيجي غولوي، لست عضو حالي في الماغ ولم أكن عضواً فيه ولا أتقاعد منه. أود أن أتحدث بداية عن الهيكل الذي ذكر بشأن المنتدى.
ادائك فكشخص عمل على في الدورات التفاعلية فلا يسعني إلا أن أوافق على ما قيل. فمن التحديات التي نواجهها نذكر تحديد المعايير لتقييم الاقتراحات، مثلا فيما يتعلق بالتنوع عندما لا يكون هناك فريق نقاش من الصعب أن نتوصل إلى التنوع، لذا نحتاج إلى النظر في معايير التقييم. فيما يتعلق بأفضل الممارسات، أعتقد أن هذا ابتكار جيد. أعتقد أن هناك فرصة لتحسين هذا الجانب، وأعرف أنه في السنة الماضية بدأنا متأخرين، وأعتقد أن الجدول الزمني وضع على خير وجه بالنسبة لهذه السنة، مما سيسمح لنا بتعريف المنتدى على نطاق أوسع. أما فيما يتعلق بالوثائق، أود أن أعرف كيف تم تجميع التعليقات وكيف وجدت طريقها إلى الوثيقة الختامية، فهذا سيعطي خلفية جيدة. وأخيرا، وأود أن أعقب على التعليق بشأن يوم الصفر والاجتماعات التي تنعقد فيه. أعتقد أننا نحتاج إلى المزيد من الوضوح بشأن دور هذه الاجتماعات. أذكر أنه في اليوم الأخير من اجتماع إسطنبول قيل إن ما سيقال هنا سيدرج في تقرير الرئيس، وهذا لم يكن بالأمر الإيجابي ولم تكن هذه نياتنا، لذا نحتاج إلى المزيد من الوضوح. وعلى أي حال، كان الاجتماع رائعا في إسطنبول، وأنا لم أعاني من أي صعوبات لوجستية، ربما كنت محظوظا أو لأن الاجتماع نظم على خير وجه، في حين أن البعض اشتكى من بعض المشاكل اللوجستية. شكرا. سأعطي الكلمة أولا للذين لم يتناولوها، ثم سأعطيها مجددا للذين طلبوها مرة أخرى. أيكان، شكرا سيدي الرئيس. طابت أوقاتكم. أنا نايجل هيكسن. هذه مشاوراتي المفتوحة الأولى. لست عضوا في ماج ولم أكن عضوا في فريق الماج ولم أشارك في هذه المشاورات المفتوحة مسبقا، إذن يسرني أن أكون هنا. سأتقدم ببعض الملاحظات بشأن اجتماع إسطنبول، ثم سأتحدث عن المستقبل. ويجب أن يكون هناك دائما توازنا بين التحدث عن الماضي والتحدث عن المستقبل. لا شك أن اجتماع إسطنبول كان ممتعا، كان بناء ومثمرا، نظم على خير وجه، نظم في المكان الصحيح في الوقت الصحيح، وسمح بزيادة مشاركة أصحاب الشأن المختلفين من بلدان مختلفة. وأعتقد أن هذا يكتسي أهمية قصوى، لأن منتدى حوكمة الإنترنت يجب أن يتميز بالتنوع وأن يجذب المشاركة، ويجب أن يكون ديناميكيا. وأعتقد أن اجتماع إسطنبول نجح في هذا الاختبار، ويمكن بالطبع أن نحسن ببعض الأمور. أعتقد أن تعليقات عملية أدليت، ربما كانت ورش العمل كبيرة وتحدث فيها الناس كثيرا، هذه دائما من الصعوبات. وغالبا ما أشعر أن يوم الصفر مضلل، وأنا لا أحبذ هذه التسمية، ولا أستطيع أن أفكر بكلمة ملائمة باللغة الإنجليزية لأعبر عن هذا، فلغتي الإنجليزية ليست طيبة. ربما أستطيع أن أقول إن هذا اليوم غالبا ما يكون فارغا لنعقد اجتماعات جانبية، هذا رائع، ولكن
دعونا لا نعقد اجتماعات تقتصر على البعض، فإذا ما كنا سنعقد اجتماعات جانبية فيجب أن ندعو الناس إلى المشاركة فيها، ولكن أعتقد أننا نحتاج إلى إعادة التركيز على يوم الصفر. أعتقد أن التعليق الذي تقدم به الجميع بشأن المشاركين غاية في الأهمية، وهذا يعود بنا إلى المحاضرين، ويجب أن نتحلى بالإبداع بشأن طريقة إشراك الناس في هذه العملية. وبعضنا تمكن منذ أسبوعين المشاركة في منصة في مؤتمر منصة الإنترنت في جنيف، وقد تميز بالابتكار بما في ذلك المشاركة البعدية، ويمكن أن نستخلص العبر من نت مونديال. وبالنسبة إلى المستقبل، هناك مسائل يجب أن نعالجها في البرازيل، وكما قلت سيدي الرئيس لدينا قمة استعراض الويزس زائد 10، وهذه المسألة غاية في الأهمية، وهذا يعود بنا إلى السؤال التالي: هل أن منتدى حوكمة الإنترنت اجتماع للمنتدى أو هل هو اجتماع ديناميكي؟ أعتقد أنه يجب أن يكون ديناميكيا، وأعتقد أننا نحتاج إلى الأخذ بعين الاعتبار البعدين السياسي والاجتماعي لحوكمة الإنترنت، وهذه عملية ديناميكية. وقد وضعت إصبعك على النقطة، فبالنسبة إلى ويزس زائد 10 لا يكفي أن نكون في الاجتماع في نوفمبر، مع وثيقة ويقول الناس إنها لا تروقهم، والكثيرون يقولون إنه يجب أن نشارك في المراحل الأولى، وإلا هذا لن يكون جيدا. وفي الختام، أعتقد أن مفهوم الديناميكية في المنتدى يذكرنا بالموارد المتوفرة للمنتدى، فالمنتدى تجربة فريدة من نوعها تسمح بشكل فريد مشاركة الذين لا يشاركون في حوكمة الإنترنت بأن يفعلوا، ونعرف أن هناك مجتمعات لا تشارك في الحوكمة في الوقت الحاضر، لذا فإن موارد الماغ وموارد الأمم المتحدة هامة. أعرف أن هناك تقييدات على الموارد، ولكن هذا هام. شكرا. Thank you, Nigel, for your comments. So we can call instead of day zero, we can call it pre-event. ربما نستطيع أن نسمي يوم الصفر اليوم الذي يسبق الاجتماع. المهم ليس اسم أو عنوان هذا اليوم، بل الهدف منه. أعطي الكلمة الآن لوفد مصر. شكرا سيدي الرئيس. اسمي كريستينا رضا، أنا أتحدث باسم حكومة مصر، ويشرفني أن أعمل مع الماغ. أود بداية أن أعرب عن تقديرنا وتهانينا لحكومة تركيا على حسن تنظيم اجتماع إسطنبول، وأشكر الأمانة على تجميعها للتعليقات. وبما أن الكثير من الزملاء تطرقوا إلى هذه التعليقات فلن أكررها، ولكن أود أن نشدد على بعض النقاط. أولا، أهمية توفير روابط مفيدة أكثر مع المبادرات الإقليمية، ليس في اجتماع المنتدى وحسب، بل أيضا في العملية التحضيرية، ولذلك أعتقد أنه يجب أن نقدم الدعم بين الدورات من أجل تشجيع المشاركة الوطنية والإقليمية، ولا سيما من البلدان النامية،
ويجب أن نلتهم من المناقشات الجارية في الأقاليم. وأود أن أشير إلى أهمية توفير الحيز للاجتماعات الجانبية، ولهذا أشكر تركيا والأمانة على تقديم الدعم للمجموعة العربية للاجتماع في إسطنبول، رغم أن هذا انعقد قبل الاجتماع وكان لهذا أثر إيجابي على المشاركة العربية في الاجتماع. وأرى أنه أن كونستانس على حق عندما أشارت إلى أهمية التركيز على موضوع واحد في كل يوم، ونحن نتطلع لاجتماع البرازيل، ونشكر البرازيل على استضافة المنتدى للمرة الثانية. شكرا. شكرا. قبل أن أعطي الكلمة لحسام، أطلب من المشاركين عن بعد إذن سأعطي الكلمة للمشاركين عن بعد. هذا بيان عن مشاركة عن بعد. بعض أيام الاجتماع هامة، وهي فرصة للتحدث عن بعض المسائل بالتفصيل، مثلا فيما يتعلق بالنت مونديال. ونعتقد أن الاجتماع رفيع المستوى للحكومات موضوع يثير القلق، وأود أن أعرف إذا ما كان هذا الاجتماع ناجحا، وإذا ما كان يسهل مشاركة الحكومات في المنتدى، إذ أن الإحصاءات تبين بأن الأمور لا تجري على خير وجه. لذا أقترح تقييما لهذا، وأن تأخذ البرازيل هذا بعين الاعتبار كعبرة للسنة المقبلة. شكرا. أرى أن فيكتور يكتب ما قلتيه. حسن، تفضل. شكرا سيدي الرئيس. اسمي حسام الجمل، وأمثل التحالف الأفريقي ICT، وأنا من مصر، وهذه هي الثانية لي في مجموعة الماج، والسنة الأولى سمحت لي بتعلم الكثير وتعلمت الكثير من الأعضاء في الفريق، ولدي بعض التعليقات فيما يتعلق بطريقة تنظيم الاجتماعات. أعتقد أننا نحتاج إلى أسلوب مختلف، ونحتاج إلى عقد اجتماعات تحضيرية للاجتماعات الأساسية، ويجب أن يكون هناك تضارب بين الاجتماعات. وهناك مسألة هامة، وهي أننا نحتاج إلى تخصيص المزيد من الوقت لإعطاء الكلمة للمشاركين في الاجتماعات، لأننا لا نعطي الكلمة كثيرا للحضور ولا نستمع إلى مساهماتهم، ونحتاج أكثر إلى التعميم، وهذا من أهدافنا، وذلك للتواصل مع أصحاب شأن آخرين ومختلفين. وأود أن أذكر هنا أن لدينا الكثير من أصحاب الشأن الذين نحتاج إلى إشراكهم، ولا سيما من مجالات تهمنا في البلدان النامية مثل الصحة والتعليم والتمويل والزراعة والطاقة، ونحتاج إلى المزيد من المشاركة الحكومية والأوساط الأكاديمية والفنية والتجارة وقطاع الأعمال، ونحتاج إلى النظر في التحديات للنفاذ إلى هذه القطاعات.
نحتاج إلى النظر في كيفية تأثير الإنترنت على هذا. شكراً شكراً على تعليقاتك وأفكارك، وأعطي الكلمة الآن لليان غور. شكراً. إنني باحث لأكاديمية العلوم الصينية، وسوف أتقاعد بعد هذا اللقاء للفريق الاستشاري. هذا الفريق ليس هو مكان فقط للعمل ولكن للتعلم. لقد تعلمت كثيرا وساهمت أيضا في هذا الفريق. أود أن أشكر كل الأعضاء في هذا الفريق الاستشاري وفي الاجتماع الأخير لمنتدى إدارة الإنترنت في إسطنبول. لقد شاركت في ورشة عمل شاركت فيها الدول النامية والخبراء، تحدثوا عن التعليم، تعليم البلدان النامية عن كيفية المشاركة. أود أن أشاطركم تعليقاتي، فعلت ذلك في من خلال الميكروفون، ولكن اعتقدت أن الكثيرين طلبوا الكلمة قبلي، ولذلك تشجعت. أعتقد أن الكلمة الأساسية ليست التعليم والحاجز اللغوي، بل الدوافع. لماذا ترغب البلدان النامية في الاتيان إلى منتدى إدارة الإنترنت؟ ما يمكن أن تتعلم من هذا المنتدى وما يمكن أن تساهم به في ذلك اللقاء؟ أنني أتذكر أن عندما شاركت في الاجتماع فقد طرحت أسئلة، ولكن في العام الماضي قد طرحت أسئلة أخرى. ليس من الإنصاف أن يكون هناك نفس المعايير للحكم على هذه المقترحات للورشة، ولكن ليس ذلك من المنصف تجاه البلدان النامية. وهذا العام ندرس بعناية كل ما هو مرتبط بالبلدان النامية، وزومي قد أشار إلى المؤتمر الإنترنت العالمي في الصين والرغبة في المشاركة في هذا اللقاء. وبعد انقضاء 3 سنوات لم أستمع إلى أي تعليق من الحكومة الصينية، وأأمل في المستقبل القريب أن نسمع صوت الصين. سيسكو الآن. شكرا سيد الرئيس. أنني مراقب من سيسكو، لست عضوا. أن تعليقي هنا لا أمثل سيسكو، ولكن ملاحظات تتعلق بالمنتدى الأخير، وهو الثاني الذي حضرته. وأعتقد أن استمعنا الكثير إلى ضرورة تحسين المنتدى، ولكنني أشكر تركيا على استضافتها لهذا الحدث. لأن لمدينة إسطنبول تاريخ عريق وفي مفترق الحضارات، ونحن نتطلع أيضا نحو الاجتماع الذي سوف يعقد في البرازيل وسوف نشارك فيه. وضمن الأمور الكثيرة التي سبق الإشارة إليها وتغطيتها ولا أود أن أكررها، ولكن فيما يتعلق بما قاله سيد بنتوغراس حول أفضل ممارسات، أعتقد أن الجدول كان بمشحون ويجب أن نتعمق في الأمور. وفيما يتعلق بالتقرير الخاص بأفضل ممارسات والتطور والاستعراض أو تقرير استعراضي، فكيف يمكن أن نحين التقرير الخاص بأفضل الممارسات بينما هناك إضافات جديدة لهذا التقرير؟ أود أن أشكر كونستانس على
تجميع هذا العمل نظرا للوقت القصير المتاح. وفيما يتعلق بالعمل بين الدورات فإنني أخشى من أنه إذا ما كان يجب أن نخرج بنتيجة فيجب للفريق الاستشاري أن يحدد ما هو الهدف وما هي المساهمة التي والمدخلات في هذا العمل وكيف سوف من سيقرر ما سوف يعمل على مستوى الفترة ما بين الدورات واستعراض لعشر سنوات فإنني أأمل أن يكون هناك مشاورات قبل شهر نوفمبر تشرين الثاني إن آخرين سوف يتخذون القرار ولكن كلما أبكرنا في إجراء المشاورات سوف يكون ذلك بملائم لأنه سوف يأثر النتيجة في نوفمبر تشرين الثاني. يجب أن نناقش الأمر في المنتدى ولكن ربما عندما نطلق الموضوع سوف يكون الوقت متأخر. وفيما يتعلق بوضع الجدول لتنظيم العمل والناس يجب أن يكون هناك رزنامة داخلية أو حتى يمكن أن يصل الجميع إلى الجلسة والدورة في الوقت الملائم. شكرا. أمل أن تمكث معنا وأن تواصل العمل معنا. وسأدعو الآن إلى كوسي أماسينو. تفضل. شكرا سيد الرئيس. أنني أشكر أمانة منتدى إدارة الإنترنت والدولة المنظمة لاستضافة هذا المنتدى على استضافتنا وأشجع المنظمين للمنتدى في 2015 أن يتفوقوا حتى على لقاء إسطنبول. لقد أشير إلى تحديات كثيرة يجب أن نواجهها وخاصة فيما يتعلق بكل ما نتطلع نحو إن الاجتماعات رفيع المستوى في عند الافتتاح والاختتام للقاء فإن التمثيل الإقليمي ليس مصان ويجب خير تمثيل للأقاليم الخمسة حتى نعرف ما هي وجهات النظر لأن التحديات التي تواجه الدول ليست هي نفسها. قد يمكن أن نتحقق من ذلك في الافتتاح والختام حتى نعرف أن التحديات التي أبديت في البداية في الافتتاح قد لبيناها أو خففنا من وطأتها في نهاية اللقاء. وقد يكون من الملائم أيضا في الاجتماعات المتوازية أن يحسن تنظيمها حتى يمكن للموضوعات التي تكون قد أثيرت في ورش مختلفة قد يتمخض عنها بعض التضليل والفوضى وخاصة أنني أعمل في بعض الورش وقد شاركت من الإدارة العامة ولكن طوال الوقت كنت مضطر إلى تفسير كل الأمور وفي نهاية المنتدى لم يكن هذا الشخص قد فهم أي شيء وربما يكون الطرق المتبعة قد لا يفهمها الكثيرون وخاصة من لا ينتمي إلى المجال التقني وربما هي اللقاء الأول وأتطرق إلى هذه الموضوعات للمرة الأولى في حياة المرء الحاضر للاجتماع ويجب أن ننقل المعلومات على خير وجه مهما تكون جلسات تفسيرية في البداية فلا تخدم دائما الهدف ويجب أن نركز على أفضل الممارسات. نحن بلد نام إنني أمثل بنين وإن أفضل الممارسات إنما هي مصدر لتقاسم التجارب والمعرفة ويجب أن نتجاوز ما قدمناه حتى يمكن أفضل الممارسات هذه أن تتجه نحو بلوغ أهداف الألفية الإنمائية. حتى يمكن للتعليم والثقافة والصحة يجب أن تساهم فيها التكنولوجيا الحديثة من أجل خير دولنا. وأود أن أسجل أن هناك بعض جلسات المخصصة
النقاش الإقليمي، ونحن نلاحظ أن الفاعلين هم نفسهم الذين يناقشون الموضوعات في أقاليمنا ويأتون إلى المنتدى ويكررون ما قالوه في الأقاليم. يجب أن يكون هناك تبادل لتجارب الأقاليم لكي نعرف ما يحدث في الأقاليم الأخرى وأوجه القصور والفشل والنجاح، حتى يمكن أن نقارن فيما بين التجارب الأقاليم المختلفة. وختاما أشجع الفاعلين الذين ينظمون هذه اللقاءات والجلسات المتوازية للاجتماعات الرئيسية، وأعتقد أن هناك تحدي لغوي لم نحسمه، كلما أمكن لنا أن ننظم اجتماعا متوازيا فكانت هناك مشكلة ترجمة، ويجب أن تسنح الفرصة للجميع أن يشاركوا وأن يستفيدوا على خير وجه. شكرا سيدي. شكرا لك سيد كوسي على هذه التعليقات، وأعطي كلمة إلى السيدة هو بيانكا كارولينا. شكرا سيد الرئيس، ناني بيانكا من آسيا وجمعية أهلية في آسيا، وأنني جديدة في الفريق الاستشاري، وهناك أعضاء جدد من الشباب ما في وبيرسن كيتو وآدم محمود توفيك، ومعذرة على نطقي السيء. و فيما يتعلق بالجلسات الأساسية مع ترجمة لإشراك الشباب، فيما يتعلق بالإدارة الإنترنت وخاصة في الجلسة الختامية، فأعتقد أن هذا هو تقدم قد أحرزناه بإشراك الشباب. وكما ذكر سابقا في التقرير التلخيصي، فقد تحدثنا عن إشراك الشباب ولكن لم نطور الفكرة، ولدي بعض التعليقات. ومن المهم أن يكون هناك منصة للموارد الخاصة بالتفاعل فيما بين الدورات، أي أن يمكن للشباب أن يعنوا بأفكار خاصة ببناء وتعزيز القدرات لكي يكون هناك مستوى أرفع للنقاش فيما يخص الشباب. ويجب أن نشرك الشباب أيضا في اللقاءات للخبراء، وخاصة ما ذكرناه من موضوعات تناقش، وحتى يكون هناك شباب يشاركون من المنصة، وحتى يكون هناك مشاركة فعلية في اجتماعاتكم المتخصصة. ويجب إعداد تقارير. لقد استمعت إلى تقارير الخاصة بالمساواة الرجل والمرأة، ويجب أيضا أن تكون هناك تقارير تخص الشباب، وضمن مشاركة الشباب يمكن أن نوجههم، أو أنا مثلا كعضو في الفريق الاستشاري وفي منتدى البرازيل، يجب أن نشرك المزيد من الشباب، وسوف أن يسرنا أن نساعد في هذا المسار. شكرا ماثيو. والمتحدث التالي. شكرا ماثيو سيرس، أي مركز التجربة الديمقراطية. نحن نؤيد ما ذكرته أريات فيما يتعلق بالنهار صفر دي زيرو، ونعتقد أن هذا هو حدث سليم، ونعتقد أنه يجب أن نبذل قصارى جهدنا لكي نرفع مستوى الاجتماع، وندعم أيضا العمل في بين الدورات. واقترحنا واعتقد أن هذا النوع من العمل هام، أي يكون هناك ترابط بين المنتدى الإدارة الإنترنت والاجتماعات الإقليمية، وحتى يكون هناك تفاعل على امتداد العام. ويجب للنشطاء أن يسمعوا صوتهم، وأعتقد أن هناك أوجه انتقاد لإسطنبول لأنه لم نتمكن من أن نسمع صوت النشطاء في إسطنبول، ونحن نتحدث عن تعزيز النواتج
أود أن أشير هنا إلى موقع الإلكتروني للمنتدى أي إعداد التقارير الخاصة بالأشرطة الفيديو. لا يكفي ذلك، هناك بعض المواقع التي يمكن أن نبحث عن أشرطة فيديوية فيها، وهي ربما مصدر أفضل. وأود أن أشدد على أفضل ممارسات أو المنتديات الأفضل ممارسات، وقد أشير لذلك الأمر لأنه عقد منذ أسابيع حول الرسائل الاقتحامية والحالة الشخصية، وكل ما هو خاص بالموضوعات والأدوات التي يجب أن تساهم في تحقيق تقدم في عملنا، وكيف سنتواصل فيما يتعلق بهذه التقارير لكي نؤثر على متخذي وصانعي القرارات. وأعتقد أن هذا الأمر سوف يناقش في اليومين القادمين حول جوهر عمل المنتدى. شكرا لماثيو، والآن الكلمة لهولندا. شكرا سيد الرئيس، سأوجز لأن الكثير قد جاء في التقرير الموجز، وفيما يتعلق بعمل المنتدى فنحن نؤيد أنني أرنولد فورناين من وزارة الشؤون الاقتصادية لهولندا، ونؤيد معظم المقترحات الصادرة عن المشاركين، ولكننا نود أن نشدد على ضرورة إجراء العمل في بين الدورات. يجب أن يكون هناك منصة على الخط حتى يمكن أن نواصل العمل فيما بين دورات المنتدى. إدارة الإنترنت حيث يمكن لكل أصحاب المصلحة الوطنيين وغيرهم وأعضاء المنتدى أيضا أن يتفاعلوا في الموضوعات المترابطة. وفيما يتعلق أيضا النهار أو يوم الصفر دي زيرو، فأعتقد أنه ليس لدي خبرة في المشاركة في ذلك النهار، لأن وفدنا الهولندي له برنامج في الدولة المضيفة، ولأننا نلتقي بكل أصحاب المصلحة لمناقشة كل الموضوعات المتصلة بالإنترنت، وكان ذلك بمفيد للغاية. يمكن أن نفكر وجزء في هذا البرنامج أي اللقاء بالممثلين للوطنيين في المنتدى، وحتى يمكن أن ننسق العمل بشكل أفضل. وهذا مقترح، وفي الأسبوع الماضي من أوروبا كان الأمر بواضح أي إشارة سياسية قوية، لأن مجلس أوروبا قد انتهى من مناقشة موضوع يتعلق بإدارة الإنترنت وكيفية تسييره، وكان هناك دعم للنموذج الخاص بتعدد المصالح، وأيضا تجديد ولاية منتدى إدارة الإنترنت، وعلى هذا المنتدى أن يثبت أن سوف يستمر هذا المنتدى بعد 2015. شكرا على تعليقك. نقترب من الساعة الواحدة، وأعتقد أننا لن نستنفد قائمة المتحدثين قبل فترة الغداء. ولذا هناك مشاركة عن بعد أخرى، وهناك شخص قد سبق أن تحدث عن بعد، سوف نستمع إلى مشاركة عن بعد. المتحدث الذي لم من كينيا. إفرايم، شكرا على إعطائي هذه الفرصة. أود أن أشدد على ما ذكره كل من بيانكا وماثيو حول المشاركة الوطنية. اسمي إفرام كينيانيتو، وإنني أحد أعضاء الفريق الاستشاري، وشكرا لمن هذه الفرصة للإعراب عن رأيي فيما يتعلق بالمشاركة المحلية والدول
المختلفة، أي تحالف الشباب أيضا في ما يتعلق بالجلسات الخاصة بالإنترنت. فلقد تناقشنا مع الشباب الذين سرهم أو سرروا بالمشاركة في إسطنبول، وربما من الملائم للدولة المضيفة البرازيل أن تتواصل مع الناس أو الشباب في الجامعات حتى يكون هناك إدراك أكبر عن مدى الموضوعات التي تهم الشباب وكيفية مشاركة هؤلاء. وتعقيبا على ما ذكرته بيانكا في الورشة 173 في التحالف الخاص بالشباب، فلقد كان هناك اقتراح خاص بأفضل الممارسات لإشراك الشباب. هذا هو تحدي حماية الأطفال كان على الخط، كان هذا موضوع قد نقش على خير وجه، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك أفضل ممارسات أيضا تتعلق بإشراك الشباب. شكرا لك على هذه الملاحظات والمقترحات. والمتحدث التالي هو تسوبي. نظرا أنك تتحدث لمرة ثانية، رجاء أن تجيزي. شكرا، سأحاول. وددت أن أشدد من نت مونديال على يجب أن نشجع المشاركة الأوسع. لقد جرى مناقشة موسعة حول ضرورة الاستماع إلى أصوات جديدة وخاصة للمشاركة، وأعتقد أن يجب أن نستمر في البرازيل، وإن هذا المنتدى إنما مبادرة جديدة ونحن في حاجة مراد جديدة لتسهيل الاستماع إلى أصوات ومشاركات جديدة. وأعتقد أن ربما سيكون الأمر مكلف، ولكن فيما يتعلق بالاجتماع رفيع المستوى يجب أن يكون هناك توازن بين الرجال والنساء، وأن يكون الاجتماع رفيع المستوى في منتصف الاجتماع حتى لا يغادر صناع القرار، ونود أن يستمروا لكي يصغوا إلى ما لدينا من قول وأفكار ومقترحات لإعداد البرامج. وأخيرا فيما يتعلق بالنظرات الوطنية، فربما يمكن أن يكون هناك جوائز أيضا أفكار، أي حتى يكون هناك قيمة مضافة فيما يخص المبادرات الوطنية. وإنني أؤيد بيانكا وإفرايم، أي موارد الضرورية لإشراك الشباب، وأنني سوف أتواصل مع الشباب من زملائي في هذه المساعي. شكرا جزيلا. جيرا متحدث مع الأسف لم يتسنى لي الحضور في منتدى إسطنبول، لأنه قد اضطررت إلى حضور اجتماع حفل الأطلنطي، وتابعت ما دار من نقاش وما نعلنه على العالم لا ينفذ، وأعتقد أنه يجب أن نتواصل ونوصل أفكارنا ورسائلنا بشكل أفضل. يجب أن نضع كأولوية أن يكون هناك استراتيجية للتواصل، أي التزام استراتيجي. هذا صدر عن المملكة المتحدة، ومنذ الآن وحتى اجتماع البرازيل يجب أن نفكر في ما هي الأمور التي نود أن نشدد عليها والعمليات أيضا، وليس بالضرورة ما يخص من وجهة نظر أو على مستوى المنتدى، بل من خلال أيكان وهيئات أخرى. والمهم هو أن نسلط الضوء على قضية هامة خاصة بالإنترنت، وأن ننشط في إيجاد الحلول لها. إن تركيا دولة مضيفة عظيمة، ولقد زرت هذه المنطقة
من الصعب أن نعمل على مقربة من الساحل والشاطئ، وربما يجب أن نتكيف وضرورة العمل مع كل في هذه البيئة الجميلة، ويجب أن يكون هناك أولوية تتعلق بالتفكير في استراتيجية تواصلية وكيفية توصيل فكرة إدارة الإنترنت منذ الآن وحتى اجتماع البرازيل. شكرا. شكرا لك على هذه التعليقات المتفائلة وعلى التفكير أيضا في استراتيجية اتصالاتية أو تواصلية. والآن سأعطي كلمة إلى توميلا. تويلا يصحح الرئيس. شكرا سيد الرئيس. اسمي تويلا من نيبات، و هي هيئة تقنية في داخل الاتحاد الإفريقي، ولاني عضو والسنة الثانية في الفريق الشرعي، ونود أن أشدد على ما ذكر سابقا. الاجتماع الرفيع المستوى الخاص بالنهار الصفري، وأعتقد فيما يتعلق بالمشاركة في ذلك الاجتماع ربما ضاعت بعض الفرص لإشراك الحكومات الإفريقية في هذه العملية. ربما يرجع ذلك إلى طريقة التواصل أو توصيل الفكرة، ويجب أن نفكر في آليات سوف تشرك المزيد من الحكومات الإفريقية. وأود أن أشدد على مخاوفي خاصة بالضيوف رفيع المستوى في الجلسة الختامية، وأعتقد أن هناك موضوعات أيضا تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ضمن الأمور الهامة. فيما يتعلق بالمشاركة عن بعد، أود أن أكون صدى لما ذكر سابقا، أي التفكير في التعامل مع المبادرات الوطنية والإقليمية فيما يتعلق بتعزيز المشاركة عن بعد. وأنا واجهت صعوبة، أي المراكز النائية والبعيدة، عندما نسمع إلى رسائل من الأمانة فربما قد لا يعرف الناس كيفية التعامل، ويجب أن نصل أو نتواصل مع من لا يشارك ما هو خاص بالمركز للتواصل عن بعد، ومتجاوزين فقط الاتصالات بالإنترنت. وأود أن أقول أن هذه المراكز التواصل عن بعد، فيجب أن يكون هناك إشراك فعلي وألا نركز فقط على الحدث في حد ذاته. أما فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى بلد، فأعتقد أن علينا أن نقول أنه مع كل كانت هناك مشاكل في طلبات التأشيرات، وخاصة الدول الإفريقية تعذر علينا أن نحصل عليها، وقد اضطرنا إلى دفع ثمن لها. وليس من الصعب لأصحاب المصلحة في إفريقيا عندما يرغبون في المشاركة في اجتماع، قد يصعب عليهم الأمر بسبب تأشيرات الدخول. وفيما يتعلق بالنواتج الناجمة عن المنتدى، أي المنتديات أفضل الممارسات، وأعتقد وأيضا الملخص للرئيس، فيجب أيضا أن نجمع في بين الموضوعات، ويجب أن نفكر في طريقة استخدام المبادرات الوطنية والإقليمية وذلك كقنوات لنشر هذه الموضوعات وتأمين التواصل. شكرا على هذه التعليقات. يقول الرئيس. قبل أن نعطي كلمة المتحدث الأخير، تود أن تقول أو أعطيك الكلمة لكي تفيدنا بما كنت قد تعطي الكلمة من أجله في البداية. أود أن أشدد على ما ذكر بشأن نقطة محددة، يجب أن نسمي الجميع مشارك
أو مندوب هذه اللغة محبذة، وأيضا فيما يتعلق بالعمل بين الدورات، أي التوصيل بين المنتديين، وفي ما يتعلق بأعضاء جدد 25 في الفريق الشريف، فإن جزء كبير من العمل لا يتصل فقط بوضع جداول، وهناك 30 عضو، ومن الضروري أن نضمن المساواة بين الرجال والنساء والاستماع إلى أصوات جديدة. إذا ما قسمنا ذلك إلى النصف واستمعنا إلى هذا النصف سوف يكون ب15 شخصا، وإذا ما أعطيناهم 6 دقائق أو دقيقتين بالأحرى، وسوف يكون هناك 100 دقيقة تقريبا، أي ساعتان سوف يعطيكم وقت ضئيل. ومن ثم إذا ما قسمنا بالنصف فسوف يكون الأمر مقتصر على 6 دقائق جلسات موجزة، وسوف يكون هناك تحدي كبير أمامنا مع كل، ومن يكون قد نظم جلسة عامة مع 16 من زملائي فهناك تحديات كبيرة عندما ننتقل من المناقشات المتوازية إلى مناقشة في الجلسة العامة. لا يمكن أن يغادر الشخص بعد ساعتين، يجب أن نفكر في كل هذه الأمور نظرا لضيق الوقت وحتى تكون لكل جلسة مغزاها. شكرا. شكرا. المتحدث الأخير سوزي هارغروف. شكرا. اسمي سوزي هارغروف، انترنت واتش فونديشن في المملكة المتحدة، وفي مجال حماية الأطفال على الخط، وسأقدم ملاحظات في هذا السياق. أولا، كانت هناك انشغالات كثيرة بشأن الممارسات المثلى بشأن حماية الأطفال على الخط، وكانت العملية سريعة وكررت ولكن ليس بصورة جيدة خطوة توجيهها لحماية الأطفال على الخط التي وضعها الاتحاد وعمل عليها لسنوات طويلة. وبالتالي أي دليل للممارسات المثلى يجب أن يكون له قيمة مضافة بالنسبة لما سبقه دون تكرار ما سبق. إذا ما تزامنت الاجتماعات فقد يعتبر هذا النشاط الخاص بحماية الأطفال على الخط ثانويا، ويجب أن يكون في صميم العمل وأن يركز عليه. ثالثا، هناك حديث عن إشراك المزيد من الشباب، وأؤيد تمام التأييد وذلك 100%، ولكن علينا أن نقر بأن مسألة حماية الأطفال على الخط تعتمد على نهج متعدد أصحاب المصلحة بما في ذلك، وأن إدراج الشباب ليس الحل وحده، ولكن يجب أن يكون جميع أصحاب المصلحة معنيين، وكذلك أن تمثل الصناعة كما يجري في الIGF. هناك موضوع آخر مختلف عن حماية الطفل على الخط، ولكنني أؤيد ما قاله المتحدثون من قبلي، بمعنى أن الIGF أنا حضرت 3 اجتماعات، ولكنه من الصعب جدا للبعض أن يعلم من يفعل ماذا وكيف وإلى أين نذهب، ونحن بحاجة إلى دليل ربما لنتحكم بالأمر. شكرا. شكرا يا سوزي على هذه الاقتراحات. بهذا ننهي هذه الجلسة الصباحية، ولقد كان التبادل شيقا ومثمرا نيرا، وسأحاول تلخيص هذه المعلومات خلال جلسة بعد الظهر بعد الاستماع إلى ما تبقى من المداخلات من المشاركين الآخرين. وهناك 3 متحدثين في القائمة لبعد الظهر، ماركوس وفيرا وآي سي سي بيسيس، وهناك طلبات إضافية وأيضا عن بعد وباهر، وبالتالي سنتوقف للغداء ونستأنف أعمالنا في 3 تماما، وأعني 3 بالتوقيت السويسري وليس بالتوقيت المنظمات الدولية. يقول الرئيس، رأيتم أنني لم أوضح لأن هذه
تصرفات منتشرة. أرجو أن تعودوا في الثالثة تماما لنستأنف عملنا. أتمنى لكم شهية جيدة، وإذا ما إذن لمن لا يعلم يعرف المبدأ، هناك مقهى باتجاه المكان الذي حصلتم به على بطاقات الدخول، وهناك مقهى هناك في مطعم مبنى مونبريون، ونراكم في الثالثة. ماذا عن اجتماع المانحين؟ سأل أحد المتحدثين، ولكن يبدو أن الرئيس لم يسمع.